طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، ويشرفنا جدا ويسعدنا اليوم انه الشاب الجميل الباشمهندس وفي الاستاذ في جامعة الفاشر يستضيف الدكتور تيراب، دكتور تيراب أبو بكر تيراب، عنده ماجستير ودكتوراه في إدارة الاستراتيجيات الأمنية من معهد العلوم الأمنية أكاديمية الشرطة التركية في 2013 و2016. عنده بكالوريوس العلوم الأمنية من أكاديمية الشرطة التركية عام 2011. شارك في عدد من الدورات التدريبية والأمنية المتقدمة، الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة، الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب والمخدرات والاستخبارات والتدريب الأمني. عنده منشورات أكاديمية متعددة، عدد 3 كتب وستة مقالات في مجلات علمية محكمة. هو مترجم أمني محترف من 2011 لعدد من السفارات العربية بتركيا. اليوم يصادف برضو تدشين كتاب، ونحن سعيدين جدا جدا والله يا أخواننا عن موضوع الأمن ده. احتمال تكلمنا فيه عن أمن المعلومات والأمن السيبراني، لكن ما تكلمنا عن الأمن الاستراتيجي. فسعيدين جدا وفخورين انه الباشمهندس وفي والزملاء هنا ده حي ان شاء الله يقوموا بترتيب السيمينار. هنسمع من دكتور تيراب، ومرحب باي زول ده يخش معنا في الزوم. هنا هنحط الرابط بتاعه في زوم، والناس المتابعين عبر مجموعه الباحثين السودانيين في الفيسبوك برضو ممكن يحطوا الكومنتس بتاعتهم وهنقولها في السيمينار. مرحب بك يا دكتور تيراب، فخورين بك يا اخي. يا ريت تعمل ميوت للمايك، المايك عامل ميوت من عندك. ايوه، مرحب بك. عليكم السلام اخونا دكتور انوار ودكتور طارق واخونا اسد، وبرضه اخونا الشاب الظريف زي ما تفضلت انت وفي. حقيقة انا سعيد جدا اليوم انه اكون ضيف اللي هو مبادره الباحثين السودانيين، من الناس المتابعين من زمان في الفيسبوك الصفحه محاضراتكم الجميلة، لكن أول مرة أشارك، وبالنسبة لي له فرصة طيبة جدا. وبرضو يعني أشكر كل الإخوة المشاركين في صفحاتكم في الفيسبوك. وأنا قبل ما أبدأ اللي هو الكتاب، أعرف نفسي يا رب منو جينا، تركيا كيف جينا، متين وقصة حياتنا شنو. أنا تيراب بكر تيراب، اللي هو من مواليد ولاية جنوب دارفور محلية كبوم. دخلت اللي هو درست الأساس والثانوي في كبوم، اللي هو محلية كبوم. بعدها التحقت في 2005 بأكاديمية الشرطة السودانية جامعة الرباط كلية الشرطة. درسنا لمدة عام بعد اللي هو التدريب الأولي، بدينا الدراسة هناك. بعد اللي هو تم اختيارنا للدراسة في تركيا في أكاديمية الشرطة التركية، بناء على اتفاقية وقعت في 1997 ما بين الحكومة التركية والحكومة السودانية، اللي هو لتبادل الطلاب في مجال الأمن. جينا 5 من دفعتنا، احنا الدفعه 61 في الشرطه السودانيه، جينا 5 من دفعتنا 2006 تقريبا شهر 7 2006 درسنا السنه الاولى اللغه التركيه. بعدها بدينا الدراسه في الاكاديميه اللي هي اكاديميه الشرطه كليه العلوم الامنيه. تخرجنا في العام 2013 5 من دفعتنا. بعد اللي هو حسب اتفاق الاقدر المواقع بيننا وبين الشرطه السودانيه، رجعنا للسودان. تم تعيين ضباط في الشرطة السودانية برتبة الملازم وتم توزيعنا. بعدها رجعنا احنا 2، انا ودفعتي اخونا يعني اذكر اسمه بالخير مصطفى خالد مصطفى، من اولادنا اولاد توت الناس الطيبين جدا، وانا انتهز الفرصة واحييه ونقول له ربنا يعينكم. جينا رجعنا للماجستير، تم اختيارنا اللي هو منحنا كلية الشرطة التركية او اكاديمية الشرطة التركية عندها اللي هو قسمين اساسيين، كلية العلوم الامنية اللي هي دي بتخرج برتبة الملازم ببكالوريوس في العلوم الأمنية، وعندها معهد الدراسات الأمنية اللي هو ده بيمنح الماجستير والدكتوراه في العلوم الأمنية المختلفة. فإحنا تم منحنا اللي هو منحة من أكاديمية الشرطة بناء على الدرجات في الماجستير. وبعدين جينا راجعين بدينا الماجستير طوالي بعد 3 أشهر من تخرجنا من البكالوريوس. أنا هي بديت في تخصص إدارة الاستراتيجيات الأمنية، والمعهد على حسب اللائحة كانت 3 سنين. فنحن طبعا لانه ناس جداد وكنا صغار في العمر ونفس التخصص وكده،
فربنا وفقنا، خلصنا قبل فتره طويله جدا من الاذن اللي كان ممنوح لنا من الشرطه السودانيه اللي هو كان 3 سنوات. وبعد انا طوالي الحمد لله برضه تم منحي دكتوراه في نفس التخصص، واصلت الدراسه اللي هو 3 سنوات اللي كان تابع اصلا للماجستير، وصلت مرحله اللي هو في تركيا طبعا الدكتوراه مختلفه شويه، 8 كورسات امتحان كفاءه، وبعد البحث انا خلصت الكورسات باقي لي فتره الامتحان. وطبعا لانه الفتره انتهت وكنا اللي هو بننتمي لمؤسسه عسكريه امنيه النظام فيها صعب جدا، حاولت اخذ اذن عشان اواصل الدكتوراه، لكن للاسف كل المحاولات بعد بالفشل، ما قدرت اخذ اذن و رجعت السودان وحاولت وكذا، لكن للأسف ما وصلنا نتيجة، فاضطريت إنه أجي وما أرجع السودان. وطبعا ده معروف إنه قدمت لمحاكمة عسكرية تم فصلي من الشرطة السودانية، واللي هو برضه تقريبا مبالغ مالية وكذا، علاقتي انتهت بالشرطة. بعدها رجعت السودان والحمد لله سويت أمور ورجعت لتركيا، كملت الدكتوراه والآن في تركيا، شغال في تركيا، شغال في المجال الأكاديمي بينشر، وموجودين في تركيا، استقرينا في تركيا. فحقيقة يعني من واحدة من الأشياء الأساسية عندنا في السودان اللي هو المشاكل الإدارية. يعني استحضر أول ما رجعنا جينا درسنا 5 سنوات، أول سؤال للشخص اللي كان مدور في الشرطة السودانية استحضره تماما، قال لي أنتوا هيوزعوكم وين هتشتغلوا شنو، يعني مش درست في تركيا هتشتغلوا شنو. فهي كان انا بالنسبه لي صدمه كبيره جدا جدا، وسؤال غير حياتي. يعني انت جيت تم ارسالك درست 5 سنوات امنت عليك ووقت رجعتها، فالمفروض يكون في خطه واضحه انك تشتغل وين وتعمل شنو، جابوك لشنو اصلا، انت ليه ما درست في شرطه ثانيه، ليه جيت تركيا، ليش شنو عشان تعمل شنو. يعني ده سؤال المفروض كان يكون اجابته موجوده في الدوله وانت توزع، لكن للاسف احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا. الدوله بتدار أغلت اللي هو برزق اليوم، يعني ما في خطة واضحة، ما في خطة استراتيجية. فبالتالي يعني في ناس كثير جدا درسوا وطلعوا برا والدولة صرفت عليهم، لكن لأنه ما كان في يعني خطة واضحة الناس بتطلع بناء عليها، فده حقيقة أثر في كل قطاعات الدولة. يعني ده نموذج يعني حالتنا ده نموذج، الناس يعني المفروض تدرس أو المفروض تقف عليه. يعني أنت بتم إرسالك بتجي راجع بيقول لك أنت مزوق. يعني هي دي من الأشياء غيرت حياتي وساعدتني إنه أنا اتخذ قرار إنه ما أرجع السودان أو أواصل في دراستي، وإنه أفكر في الأمور بطريقة مختلفة. فلما كنت في الماجستير اللي هو موضوع رسالتي كان اللي هو المقارنة بين الشرطة السودانية والشرطة التركية من حيث الهيكل التنظيمي استراتيجية التدريب. لكن في الدكتوراه اللي هو تناولت موضوع واحد من المواضيع المهمة جدا جدا اللي هو التعددية الثقافية في السودان وأثرها على الأمن القومي. لكن يعني بعد الماجستير الدكتوراه ونشرت مقالات في زي ما ذكرت قدمتها أنت أخونا فارق، يعني في موضوع كان أساسي أنا في رأسي اللي هو إن السودان ده يعني كل الناس يتكلم. طبعا فترتنا وجودنا في تركيا هنا هي ترجمنا ناس كثير جدا مزولين من السودان ومزولين، فهي كل الناس كانت بتتكلم إنه يعني السودان ده فيه مشكلة، المسؤولين الأكاديميين السياسيين كل الناس يجي تتناقشوا بيتكلموا لك إنه في مشكلة في السودان. لكن بتلقى الشخص اللي بيتكلم هو الشخص المسؤول الأول، المفروض يحدث تغيير أو يغير، يعني هو الشخص صاحب القرار، لكن هو بيناقش كأنه الحالة ما حالته. فبدال دي يعني المواقف دي خلتني أنا أفكر إنه الناس مفروض تنظر لمشاكل السودان بنظرة مختلفة. يعني في تفاصيل دي هي اللي بتشكل الصورة الكلية للبلد. فهي أنا يعني من الفكرة دي حاولت إنه أقعد وأكتب، يعني من نظرتي البسيطة جدا جدا أو تجربتي المتواضعة جدا جدا، أنا المشاكل الخاصة في السودان وأنا أتناول اللي هو بطريقة مفصلة. فمن الفكرة دي اللي هو طلع كتاب اللي هو بين الداخل والخارج السودان وقضايا أمن القومي اللي هو زي ظاهر، وده كتاب اللي هو تقريبا بيتكون من 120 أو 130 صفحة اللي هو تم نشره في دار المصورات قبل تقريبا شهر. انا حاولت في الكتاب ده اتكلم اللي هو باختصار جدا عن المشاكل اللي هو انا استنتجتها من نقاشاتي مع المسؤولين اللي هو مقابلاتي الشخصيه، او لما امشي السودان انزل اتكلم مع بعض الناس ادخل المؤسسات. فتكلمت باختصار جدا عن المشاكل اللي هو فصلتها. انا فصلت الكتاب تقريبا هو بيتكون من تقريبا 4 ابواب. الباب الاول اللي هو بيتكلم قضايا الأمن القومي السوداني، وطبعا يعني احنا زي ما تفضل اخونا انور، يعني لما نقول كلمه امن ما معناها اللي هو الامن العسكري،
يعني أي حاجة في الدولة، الجانب الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، كل اللي هو دي ينضى ارتباط وثيق جدا ما بينه وبين الأمن القومي، بتأثر تأثير مباشر. فبالتالي أنا تكلمت اللي هو عن القضايا في الباب الأول، قضايا الأمن القومي السوداني، تكلمت فيها اللي هو عن القضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية. الباب الثاني من الكتاب اللي هو برضه بيتكلم عن السودان وعلاقاته مع دول الجوار الإفريقي، طبعا اللي هو السودان له مكان استراتيجي وله تأثير جيوبوليتيكي في دول الجوار، ولا شك في أن السودان إذا قدر يستخدم هذه العلاقات أكيد بيكون قوة إقليمية، اللي هو بيكون يعني بوابة لإفريقيا. فبالتالي تكلمت عن السودان وعلاقاته وتأثيراته في إفريقيا، من الاستقلال، من نيلسون مانديلا وخلافه، كل الغاز الأفارقة السودان قدم لهم دعم وما قدر يستفيد. يعني اللي هو حتى الآن القيادات الحاليين اللي هو درس في جامعة إفريقيا، اللي هو قيادة الصومال، ونموذج كتير جدا عام من قيادات في إفريقيا درس في السودان، لكن الناس مستفادة منهم، بل العكس تماما، اللي هو هم بصورة أو بأخرى يعني بيتخذوا قرارات ممكن تكون بتضر السودان أو بتضر مصلحة السودان في إفريقيا. وأنا طبعا برجع السبب الأساسي الكلام ده في إنه يعني الدولة بتقدم خدمات، بتدرس الناس ولها تأثير، لكن ما قادر تحدد هي دار شنو بالضبط. السودان ما قادر يحدد هو دار شنو من الأفارقة، أو ما عنده خطة واضحة في التعامل مع إفريقيا. برضه الباب الثالث اللي هو بيتكلم عن السودان وبوابة إفريقيا، وأنا هنا ركزت بالضبط اللي هو إنه الرؤية المستقبلية للسودان وعلاقته مع دول الجوار، اللي هو باعتبار قوة أو بلد تمتلك يعني تأثير ثقافي واقتصادي وسياسي، اللي هو دول كثيرة جدا من دول الغرب الإفريقية. وأخيرا اللي هو تكلمت عن الرؤية المستقبلية. فبصورة عامة ده الكتاب بيتكون اللي هو من الأبواب دي، والآن موجود في السودان في المكتبات. فأنا هاجي أتكلم باختصار جدا عن بعض القضايا اللي هو تناولتها في الكتاب، أتكلم عنها باختصار. بعد ذلك إذا كان في إخوة عندهم أسئلة ولا كده، ممكن أزول اللي جايب الأسئلة بتاعت الإخوة. يعني أنا واحدة من اللي هو القضايا الأساسية اللي تكلمت عنها في الكتاب، في اللي هو في القضايا الاجتماعية، عدم المقدرة أو عدم مقدرة كل النقاب السياسية اللي هو على تحديد الهوية السودانية. يا جماعة، موضوع الهوية السودانية الناس يعني بدأت في الفترة الأخيرة تتكلم عنه كثير جدا جدا، لكن أنا في تقديري يعني موضوع الهوية هو موضوع أساسي. بدون ما الناس تعرف هي منو ودار شنو، صعب جدا إنك تكون عندك خطة، أو من الصعب جدا إنك تقدر تجمع كل السودانيين حول رؤية واحدة. لأن السودان ده الآن فيه أكثر من 460 قبيلة مختلفة، يعني أي تنافر أو أي اللي هو أي صورة من اللي هو الصور الصراع بين كل المكونات دي أكيد أعصاره هتكون سالبة جدا جدا. والآن السودان بيعاني كثير جدا جدا، هو في دارفور مشاكل قبلية. إحنا تربينا ولدنا، يعني أنا الصادر إنه كنت في تاني في الثانوي، كنا شباب يعني شفنا بعيوننا، شفنا المشاكل القبلية نتائجها، يعني ما في زول قال لنا عشناها. فبالتالي حتى الآن إحنا بعد السنين الطويلة دي 15 أو 20 سنة، حتى الآن الصور بتاعت المشاكل والقتل السودانيين لبعضهم بأتفح الأسباب، اللي هو أنت شايف نفسك أنت يعني عربي، وتشايف نفسك ثاني شايف نفسه إغريقي إفريقي، أنت أحسن منه. فبالتالي أسباب بسيطة جدا جدا أصبحت المشاكل. والشيء المؤسف والشيء الأخطر، الآن القبلية وصلت اللي هو حتى السياسيين، أصبح السياسيين وأصبح حتى يعني المتعلمين في المثقفين في المجتمع السوداني، أصبحت هي يعني محدد وأصبحت تشكل نظرة الشخص. يعني دائما بتلقى كل السوداني بره هو ناجح، أي سوداني طلع بره بتلقاه يعني بيشور له بالبنان. يعني في كثير جدا أنا تكلمت مع الشباب دارسين بره وشغالين بره، بتلاقي أي سوداني بتلقاه في أي، حتى في تركيا هنا بتلقى السوداني دائما كل الناس بيشور له إنه شخص وناجح ومتوفر، ودائما بيكون غايد الناس. لكن لما نرجع السودان دائما بيكون في مشكلة. ليه؟ لأنه ما بيقبل، في عدم قبول، السودان ما بينقبل من بعض. السبب الأساسي اللي هو لأنه أي شخص بيكون شايف نفسه أحسن من الثاني. بالتالي يعني أنت إذا كان مديرك بحتة محددة أنت بتقبله لأنه شايف أنت نفسك أحسن منه. بالتالي في السودان عدم تحديد الهوية لدولة تمتلك اللي هو مكونات يعني متنوعة هو يعني خطر كبير جدا جدا. فبالتالي يعني أنا أفتكر إنه الآن المشاكل اللي أنا بتكلم عن المشاكل الاقتصادية، وأيوة دي مهمة جدا جدا، لكن السودانيين النخب السودانية المفروض تقعد وتحسم موضوع الهوية، تكون نظام. يعني الآن في سياسات استراتيجية، له استراتيجية الأمن القومي اقتصادية، ليه ما تكون في استراتيجية مثلا
اداره التنوع. السودان يكون عنده استراتيجيه اللي هو يكون كل مؤسسات الدوله، اي مؤسسه عندها دور، مؤسسات المجتمع المدني، حتى الافراد المفروض يكون عندهم دور واضح بانه احنا كيف نقدر ننزع اللي هو النظره العنصريه اللي هو ابو الاخر في المجتمع السوداني. لانه ما لم احنا نقبل بعض وما لم نفكر بعقل مشترك، انا واثق من انه او اكاد اجزم انه السودان ده ما حيمشي قدام، لانه واقع كده، ده واقع السودان. يعني الان ما في كبير او ما في مكون محدد بيقدر يقول انه احنا السودان ده لنا كلنا، لا، السودان ده لكل الناس. بالتالي لازم الناس تشوف انه مخرج، تشوف انه كيف تقدر تستطيع يعني تعبر بكل المكونات السودانيه، والتنوع ده يكون نعمه على السودان، يكون اللي هو بدل يكون واحد من اللي هو المشاكل الرئيسيه اللي بتواجهها السودان. برضو اللي هو العنصريه نعتبر انه هو موضوع مربوط مباشر بعدم اللي هو او نتيجه حتميه لعدم تكوين الهويه السودانيه. يعني الان كثير جدا من الناس بتتكلم اللي هو العنصريه اللي بدات تصحى في السودان، اللي هو النظره العنصريه الان في الشباب الان، يعني صاح الجيل الجديد في الفتره الاخيره، وانا اتمنى انه الكلام ده يعني يستمر. يعني لما حصل التغيير واعتصام القياده، يعني كان في مظاهر يعني خلت الناس انه يكون في تفاعل داخل الناس، انه فعلا الشباب السوداني القايم ده يعني اصبح تفكيره اصبح يتخطى قصه انه انا جاي من وين او انا القبيله الفلانيه وخلافه. كان كل الناس مجتمع، كل الناس اللي هو مع بعض البحث، لكن لا تزال العنصريه محدد اساسي للامن الاجتماعي في السودان. فانا افتكر انه واحده برضه من القضايا الاساسيه، انا تكلمت عنها برضه في التفاصيل وطرحت رؤيه لو كيف الخروج من اللي هو مازق العنصريه وعدم تكوين الهويه في السودان، وبرضه عدم اداره التنوع. يعني زي ما ذكرت برضه دي واحده اللي هو من المشاكل الاساسيه اللي تكلمت عنها بتفاصيل اكثر في الكتاب. ونمشي اللي هو برضه للمواضيع الثانيه اللي هو القضايا الامنيه، اللي هو واحده برضه من القضايا تكلمت عنها في الكتاب. وهنا برضه ركزت عن الذهنية الأمنية في السودان. يعني ما لما نقول أمن ما معناها إنه جيش وشرطة وجهاز أو دفاع شعبي أو دعم سريع وخلافه. لا، الأمن ده مفهوم شامل، يعني حتى إحساسك أنت يعني في تعاملك مع الآخر وقبولك الآخر، ده كلها بتدخل في الـ في الـ في الـ في الإطار الأمني للدولة. فإحنا بنجي نتكلم إنه لما نقول أمن معناها خلاص الجيش والشرطة ولا حتى نظرتنا الأمنية، يعني حتى مؤسساتنا الأمنية تركيزها إنه الجانب العسكري فقط في الأمن. وطبعا ده خطأ كبير جدا جدا. يعني أنت الآن مؤسسة المجتمع عندها دور اللي هو التسامح الاجتماعي، السلم المجتمعي، دي كلها لها يعني تأثير مباشر في الأمن. فأنت الآن إذا وفرت كل الجيش وما في طلقة ضربت في الشارع أو ما في أي مشكلة حصلت في أي منطقة من السودان، ما معناه أنت دولة عامة. لا، يعني إذا كان في شخص في أي حتة في السودان يعني عنده مشكلة في إنه كيف يصل لغزاو، عنده مشكلة في إنه كيف ما قادر يتعالج، كلها بتأثر في الأمن. بالتالي هو الأمن هو الإحساس إنك تكون آمن، ما عندك نقص. بالتالي حتى الأمنية الأغلبية الأمنية في السودان لازم تتغير. لازم اللي هو دور الأمن، دور الأجهزة الأمنية، اللي هو الغض الأمنية الصارمة، يعني هذه واحدة من أكبر المشاكل الآن يعني بواجهها السودانيين عموما. فإحنا محتاجين نغير الأغلية الأمنية بتاعتنا في السودان. يعني حتى طبعا التغيير ده ما بيجي من يعني بليل وضحى، ده محتاج حتى تغيير التدريب، تغيير ال برضو الرؤية التدريبية، تغيير اللي هو رؤية المؤسسات الأمنية، علاقة المؤسسات الأمنية مع المواطن. فدي كلها أشياء محتاجة لمراجعة. ما لم تراجع دي يعني ظل الأغلية الأمنية في السودان أغلية يعني غامقة، أغلية يعني بتحاول يعني دائما تمشي اللي هو او تنتهج نحو الغم الرغوه حل المشاكل في اللي هو في التعامل مع القضايا، التعامل مع الصراعات في السودان. ودي مشكله كبيره جدا جدا. يعني الان السودان اللي بحاربه في الجنوب حاربنا كثير جدا جدا. الاقليه الامنيه بتاعتنا انه مفتكر انه نقدر نحل كل مشاكلنا بالسلاح. الجنوب اتفصل، بدينا مشاكل دارفور، النيل الازرق، لكن دي كلها من رغم انه الاموال الطائرة صرفت فيها، في إمكانها إنه إذا غيرنا نظرتنا الأمور نظرة أمنية غيرناها بطريقة مختلفة، السودان ده كان ممكن عاد يكون وضع مختلف تماماً جداً، وما كان ما هيكون في تغيير، ولا هتكون في ثورة، ولا هتكون في جو، ولا هتكون في صفوف للعيش. ليه؟ لأنه إحنا مفتكر إنه السلاح أو الأقلية الأمنية التقليدية
هي مفتكر هي دائما الطريقه المثلى لحل المشاكل. بالعكس تماما، يعني الان اذا كان الاموال صرفت، الاموال صرفت في المدافع وفي الاسلحه واللي هو في الجيوش الجرارات الكبيره اللي بتصرف دي، اذا كان دي بس فقط استخدمت في بناء طرق بنيه تحتيه لربط السودان ولايات السودان مع بعض البعض، انا مع بعض البعض انا متاكد الان يعني السودان كان في وضع مختلف جدا جدا. فبالتالي الامنيه، الاغلبيه الامنيه في البلد هي يعني شيء اساسي في نهضه البلد، محتاج تغيير. احنا لا شخص، لا شخص اللي هو يقدر ينكر انه فعلا في مشكله او في مشاكل في النظره الامنيه في الاغلبيه الامنيه في البلد. برضو اللي هو واحده برضو الصراعات الغبليه، ده برضو من القضايا الامنيه الان محدده، يعني ما في كل السودان لكن في اغاليم كبيره جدا من السودان. يعني انا من دارفور، فانا عشت يعني انا صحت زي ما ذكرت قبل شويه كنا في ثانيه الثانوي، حصلت مشكله ما بين مكونين، يعني بدون ذكر اسماء، مكونين في دارفور، مشكله بسيطه جدا. السبب الاساسي كان اللي هو بس رعاة ومزارعين بس فقط بين شخصين، شخص ضرب الاخر، كل القبيله وقفت مع زول مضرب، والناس الطرف الاخر وقف مع زول المضروب. يعني انا مشيت وشفت المناظر، احنا كنا شباب صغار، يعني في شخص بيضبح اخوه بسكين كشاح، يضبح ضبح عديل، ضبح يعني بس انه في اثنين الشاكله، وزول ده شايف انه زول ده احسن من الثاني، فبالتالي ما المفروض يعني ده حتى لو قتل ده المفروض الناس ما تقف، هم شايفين نفسهم احسن من الطرف الاخر وده شايف نفسه احسن من الطرف الاخر. بالتالي يا جماعه المشاكل الغبليه دي يعني واحده من مهددات الامن القومي في السودان عموما، يعني عموما يعني لانه الان مشاكل دارفور ما معناها خلاص يعني الصراعات الغبليه في دارفور اكيد هيكون لها تاثير في كل اطراف السودان. فبالتالي نقدر نقول انه مشاكل الغبليه او الصراعات الغبليه الان هي واحده من مهددات الامن القومي في السودان بصوره عامه. انا تكلمت عنها اللي هو برضه في الكتاب وذكرتها برضه نماذج. برضه يعني برضه انا افتكر انه من القضايا الاساسيه ومهددات الامن القومي في السودان اللي هو عدم تحديد مهام الاجهزه الامنيه في البلد بطريقه واضحه. يعني معروف انه في كل بلد في الجيش وفي الشرطه وفي الجهاز، فاحنا في السودان عندنا اختلال كبير جدا او خلل كبير جدا جدا في تكوين المنظومه الامنيه بتاعتنا. يعني الانغاز للاسف جاءت وكونت مؤسسات امنيه اللي هو موازي مؤسسات الدوله، وبل يعني حاولت تعطي صلاحيات لمؤسسات امنيه في البلد اكثر من صلاحياتها، بل خلتها تتغول على مهام الاجهزه الثانيه. يعني تلقى مثلا اللي هو واحده من الاجهزه بيقوم بدور الشرطه، بيقوم بدور الجيش، بيقوم بدور الجهاز، بيقوم بدور كل المؤسسات الامنيه، فبالتالي بيكون في خلل. يعني بصوره او باخرى المؤسسه الثانيه اللي هو المؤسسه اللي اصلا تم اهمالها ومؤسسه افرادها كان بيكون عبء على الدوله. يعني بعد شويه بتصير فيهم مظاهر الفساد، بتصير فيهم اللي هو عدم الوطنيه، بتصير فيهم اللي هو يعني حالات نفسيه بتخليه انه كب او عدم اهتمام من الدوله، ده يحاول هو يعكس بصوره او باخرى في تعامله مع المواطن بصوره مباشره. بالتالي يعني حياد الاجهزه الامنيه اللي هو ابعادها بصوره عامه من السياسه برضو امر مهم جدا جدا انا في تقديري في السودان. ودي برضو من القضايا الاساسيه المفروض يعني الناس تنظر لها. وبرضو انا اتكلمت عنها في الكتاب بطريقه مفصله باعتباري اصلا كنت يعني واحد من منصبي الاجهزه الامنيه. يعني لا احد ينكر دور الاجهزه الامنيه اللي هو يعني وجود قيادات، وجود اللي هو كوادر بشريه حقيقه، يعني ناس ما سح لله ناس لهم تجارب. يعني انا في تركيا لي 14 سنه، العشر سنة منها أنا بترجم للأجهزة الأمنية. يعني حقيقة كل الدول العربية بيجوا هنا بياخدوا دورات، وبشوف أنا وبقدر أقارن بتناقش مع الأتراك. يعني حقيقة السودانيين عموما منسوبين للأجهزة السودانية فيهم ناس يعني ناس قدرات ما سهلة قدرات. يعني حتى أنا استحضر إنه واحد من المحاضرات كان محاضرات مهمة جدا جدا، ودي الشهادة أنا أقولها بالتاريخ. يعني الأساتذة قال لي أخي الشعب السوداني ده هم المفروض يدرسونا مش إحنا ندرسهم. قال لي كده يعني في مواقف كثيره جدا جدا انا مرت بي بتاكد انه فعلا احنا حقيقه عندنا ناس يعني عندهم تجارب وعندهم خبرات، لكن للاسف زي ما ذكرت خارج السودان انت يعني الخبرات والتجارب دي بتكون واضحه، لكن لما ترجع البلد بتلقى نفس الزول ده ما قادر يعمل اي حاجه، او لانه هو محارب، او لانه هو ما قادر يصرف نفسه لخوف اللي هو مسبب محدد،
او لانه اذا قال الكلام الصح او قال الكلام ومقتنع منه هذا صح ممكن يتم ابعاده، ممكن يكون فصله. لهم في كثير جدا ناس فصلت من الاجهزه الامنيه، ده كلها خسائر، خسائر للدوله يعني. فبالتالي يعني حقيقه الامر مؤسف جدا، امر مؤسف جدا. فانا متفائل ان البلد دي ممكن تمشي لقدام اذا الناس نظرت للامور بنظره وطنيه وقدرت تخاطب القضايا الاساسيه. احنا مشكلتنا يعني ما بنخاطب القضايا الاساسيه للمشاكل، او يعني دائما بنحاول نلقى نفسنا بالسياسه اكثر من التفاصيل. طبعا يا جماعه التفاصيل دي مهمه جدا جدا. انت ما لم تشخص المرض بطريقه صحيحه ما بتقدر تعالجه، وما لم تقبل انه في مشكله في مجال محدد او في مكان محدد سواء كان اجتماعيه ولا امنيه ولا اقتصاديه ولا سياسيه، ما لم تعترف انه في مشكله ما بتقدر تعالجها، لانه الاعتراف بالمشكله هو الخطوه الاولى لحلها. احنا مشكلتنا ما بنعترف بالمشاكل، ما يعني ما بنشخص مواضيعنا بطريقه صحيحه. دائما الشخص حتى ولو هو كان عنده قناعه انه الموضوع المفروض يكون بالشكل ده هو مسؤول، ما بيتخذ قرار. ليه؟ لانه خايف من الشخص الاعلى منه. حتى المنظومه السياسيه كانت موجوده في السودان حقيقه، البيئه العمليه اللي كانت موجوده في السودان هي كان برضه سبب اساسي، او نظره سياسيه برضه كان سبب اساسي في انه الخبرات والتجارب والامكانيات البشريه الحاليه اللي هو يمتلك السودان ما تصحى وما تقدر تقدم حاجه، لانه كل الناس بتركز انه طرد الشخص المسؤول الاول، يعني هي طرد هو يشوف هو داير شنو. الناس كلها سياسيه بتمشي باتجاه ده، وده برضه واحده من القضايا الاساسيه. اثنين، محاربه الفساد. برضه يا جماعه نمشي للمثل، نمشي للقضايا الاقتصاديه يا جماعه. محاربه الفساد واحده برضه من المشاكل الاساسيه في السودان، يعني واحده من عشان اقتصادنا بيمشي قدام البلد لازم تكون فيها خطه واضحه وصريحه اللي هو والناس صادقه في محاربه الفساد. قبل كده الانغاز في ايامها الاخيره تكونت ما يسمى اللي هو اليه محاربه الفساد، يعني فيها بعض الاشخاص لكن ما كان في مصداقيه. واي زول يا جماعه بيجي بمسك في مكان محاربه الفساد ما لم يكن هو نظيف وما عنده حاجه خايف عليها ما يقدر يحارب الفساد. للاسف الان السودان ده الفساد دخل في كل جوانبه وما زال موجود حتى الان، حتى بعد التغيير الان الفساد ما زال موجود. فطالما في فساد، في فساد مالي، في فساد اداري، في فساد اخلاقي، البلد دي بتمشي قدام. لازم يكون في محاربه الفساد. الان الفساد الاداري موجود، يعني للاسف الفساد الاداري كيف هو في النهايه الان اذا انت شخص اي شخص انا جبت له شخص غير مناسب وضعته في مكان غير مناسب ده اكبر فساد وده اكبر ضرر للبلد. انا بتقديري يعني الحاله اللي قامت بالها غاز في بدايتها اللي هو الصالح العام اللي هو دي تحت خط كبير جدا جدا الصالح العام، انا بتقديري ده اكبر فساد سياسي ضرب السودان. الان جات حصل تغيير والان نفس العقليه اللي هي ماشي كانت مشت بالها غاز اللي هي جات والان هي مستمره. يعني الغاز جابت ناس فقط الانتماء الحزبي دخلتهم في السودان اشتغلوا 30 سنه بصوره او باخرى اخذوا تجارب في مؤسسات محدده، في ناس ما يستحقوا لكن في ناس دخلوا وتم اللي هو اخذوا خبرات واخذوا تجارب 30 سنه اشتغلوا. طيب جو ناس الان جات اللي هو حصل التغيير دافئ لو انتقام، الان نفس الناس عم بتتم تصفيتهم، فبالتالي بكرروا نفس التجربة بتاعت الغاز لتحقيق أهداف سياسية اللي هو أهداف إيديولوجية مصالح حزبية ضيقة جدا جدا، لكن في النهاية بدفع الفاتورة السودان والشعب السوداني في تجارب كثيرة جدا جدا حتى فيها تركيا. وأخونا أستاذ وفي يدرك الكلام ده كويس جدا جدا اللي هو تجربة تركيا اللي هو حصلت محاولة انقلابية وبعد التصفية حصل مصالح تركيا. أنا لا شخص يقدر ينكر اللي هو التأثير الكبير السلبي الحاصل في تركيا جراء هذه التصفيات. نفس الأمر قبل الانغاز جات صفت ناس خبرات تجارب حتى الآن الناس بتتكلم بها، كانت بإمكانها ضغوط إفريقيا جات الانغاز صفتهم اللي هو صالح العام أسباب حزبية ضيقة جدا جدا، كونت مؤسسات ولجان تصفي مؤسسات الدولة وتجيب اللي هو الناس انتماء الحزبي. للأسف صفت كل المؤسسات جابت ناس السودان لو 30 سنة 10 سنة عشان يقدر يمشي يجيب ناس ويحي الناس. 30 سنة استمرت السودان ما قدر يطلع اللي هو من مشاكل مؤسسات، مشاكل سياسية، مشاكل إدارية في المؤسسات بسبب إنه ما كان في ناس مؤهل، ناس مؤهل كلها مشت. الآن الدول بتدفع مليارات الدولارات
عشان تأهل الناس في مجال محدد. الآن الخارجية الأمريكية بتجيب ناس بيكون مسؤول من السودان، ديسك اوف السودان، ديل بس بيكونوا موجودين في الديسك ده ممكن 10 20 سنة، ممكن ما يطلع وما يتكلم او ممكن ما يحتاج له، لكن اللحظة اللي بيحتاج له فيها هو بيكون عارف كلام بيقوله ده هو بيوجه سياسة الدولة تجاه السودان او افريقيا او تركيا او خلافه. يعني انت كمان تأهل لك ناس في مجال محدد، حاجة ما سهلة. لكن احنا للأسف نظرتنا نظرة ما استراتيجية، نظرة ضيقة جدا جدا، نظرة حزبية. ما في دول بيفكر في السودان، ما في دول، السودان ده ما عنده حميم. يعني من 1956 حتى الآن السودان ما عنده حميم، كل شخص بيمشي بيجي بيحدم، كل شخص بيمشي بيجي بعده بيحدم، ده حلقة مفرغة. فلازم النظرة تتغير. يعني النظرة الحزبية الضيقة دي ما لم تتغير، السودان ده حيكون له في حلقة مفرغة. يعني الآن حصل تغيير، الناس كان في أمل كبير إن السودان يحصل وكذا، وكلنا فرحنا جدا جدا، لأنه كان البشير لازم يمشي. يعني وجود البشير أي لحظة كان بيقضيها البشير في السودان كان خصما على السودان، والناس كان في أعمال كبيرة جدا التغيير حصل. لكن للأسف الآن الشيء بيحصل في السودان والمناظر بتحصل، يعني ما دار أكون متشائم، لكن حقيقة زول بيفتكر إنه يعني في خطورة. حتى الآن السودان في خطورة، نتمنى إنه يعني ما بيشكك في نوايا الأنظمة، النظام الآن موجود، السيطرة رئيس الوزراء وخلافه، لكن حقيقة الآن يعني الناس القضايا الأساسية المفروض تركز عليها ما فيها تركيز. بالتالي الفساد الإداري يعني مشكلة كبيرة جدا جدا، محتاج تغيير في رأيي. برضو واحدة من المشاكل الاقتصادية الأخرى اللي هو محتاج البلد دي، لازم يعني أنا في تقديري إنه لازم من الناس تنظر لها بنظرة، البنية التحتية. يا جماعة البنية التحتية دي تأثيرها كبير جدا جدا في الاقتصاد السوداني. يعني على سبيل المثال السودان ده فيه 18 ولاية، ولاية دارفور أخونا بيوفي بيكون عارف، يعني الكوم بتاع الطماطم، الكوم ده طبعا في الناس من الغرب بيعرفوا الكوم ده بيكون فيه 2 كيلو أو 3 كيلو، الكيلو بيكون بخمس جنيه زمان، يعني بيكون بخمس جنيه أو ممكن يكون الآن ب30 جنيه. الكوم كامل بيكون فيه 2 كيلو، لكن بتجي تلقى نفس الطماطم دي لما تجي الخرطوم بتلقى سعرها يعني بتضاعف لثلاثة أو أربع مرات. ليه؟ لأنه في مشكلة في النقل ده، إذا أصلا هي اتنقلت وجات. بتلقى الآن يا جماعة الآن كيلو السكر في الخرطوم بسعر تلقاه في بعض الولايات بضعفه، الوقود بنفس الاسلوب. ليه؟ لانه ما في بنيه تحتيه. السودان اذا فيه بنيه تحتيه فيه خيرات كبيره جدا جدا، يعني تلقى في كسله، في اشياء، في القضارف، اسمها القضارف، تلقى في دارفور، تلقى في الشماليه، تلقى في المانجا، في السنجا. لكن لانه احنا ما في بنيه تحتيه، البنيه التحتيه منتهيه. يعني احنا وتيحت فرصة بعد استغلال البترول نظام الغاز ده، كان الآن السودان ممكن يكون عنده بنية تحتية كبيرة جدا جدا تساهم في إنه النهضة تكون متكاملة. يعني إذا كان في يعني نهضة في الخرطوم أو في واحدة من أو في نيالة وما في الخرطوم في الشمالية ما في، أنا بالنسبة لي ما نهضة، لأن النهضة عملية متكاملة في كل البلد. يعني زول دارفور ده أي مشكلة بيعاني بها أو أي نعمة يعني بيستمتع بها مفروض تكون موجودة في أي حتة تانية في السودان. الكلام ده عشان يتم محتاجة بنية تحتية، السودان ما عنده بنية تحتية. يعني أنا من منطقة كبوم، كبوم دي من نيال من رأس الولاية يعني في الصيف ساعة ونص. أنا كبوم دي وأنا كنت في تقريبا في السابع أو الثامن مشيت ليها في 10 يوم. 10 يوم أنا يعني من نيالة لكبوم. السبب الأساسي لأنه ما في بنية تحتية، أمطار وخريف، وما زالت الناس الآن بتعاني مسافة بتاع ساعة ونص، الآن الناس الآن بتمشيها 5 ساعات. نفس الغاز اللي هو في كل ولايات السودان. البنية التحتية الآن السودان واحدة من المشاكل الأساسية، المفروض برضو الناس يعني تنتبه لها، كل الأنظمة اللي بتجي عشان تقدر تعمل تنمية في السودان. برضو يا جمال من القضايا السياسية اللي هو تكلمنا عنها اللي هو الخطاب السياسي. الخطاب السياسي الموجود في السودان يعني للأسف خطاب ما خاطب القضايا الأساسية للناس أو ما خاطب أمور الناس. تلقى سياسيين لما تجي الآن تفتح تلفزيوننا، يعني إحنا الحمد لله كلنا مسلمين، لكن أنا الآن بصراحة دار أكون صريح جدا، لما أفتح التلفزيون أفتح قناة السودان أي مسؤول يقول الله أكبر بغير القناة طوالي، يعني حركة لا شعوري بغير القناة، لأنه يعني بتلقى انه في يعني استغلال سيء جدا للدين.
كل الخطاب السياسي في البلد بيخاطب العاطفة، يعني الله أكبر وحي لله يعني شعارات، يعني أنت 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 مسؤول، أنا يعني تكلم لي خاطب لي قضايا الأساسية، خاطب عقلي أشرح لي أطرح لي مشروعك، كلمني عن أشياء أنت بتعمل في شنو، كلمني عن رؤيتك أنت لإدارة البلد، المشاكل أنت رؤيتك على مشاكل البلد، أفق شنو خطتك شنو للسودان ده بعد 3 عام، تكلمني عن قضايا أساسية، قضايا مجتمعية، يعني قضايا أنا أشعر أنه فعلا في في سياسيين في السودان، ما في الآن. تلقى أنه السياسيين كلهم خطابهم خطاب معجد للقبلية، معجد للعنصرية، خطاب يغاضب الناس. أنا يعني بتلقى المسؤول يتكلم لك بمستوى يعني متدنى جدا جدا وغدر كبير جدا من الاحباط، خليك انت يعني ما تثق في المسؤول في نفس الوقت تكره السياسه بتاعت البلد بتاعتك انت. يعني انا تغيير للغنى بطريقه شعوريه ده ناتج عن الخطاب السياسي المستخدم في البلد واستقطاب بغل الناس، فاحنا محتاجين نغير الخطاب السياسي. السياسيين وللاسف حتى الان حتى الان الشعب مستمره، يعني باستثناء بعض القيادات الان السياسيه الموجوده في الساحه بتلقى نفس الخطاب، بس ده كان بيقول الله اكبر ده بيقول حاجه ثانيه. فبالتالي احنا عشان نقدر نكون جيل واعي قضايا السياسيه، جيل لما تقول لي انت كسوداني يعني مستقبلك شنو، رؤيتك مستقبل السودان شنو، تقدر تتكلم لك بطريقه يعني تحترمه انت، المفروض نغير خطابنا السياسي في البلد. برضه يا جماعه المشاكل الاساسيه الموجوده في السودان عدم وجود اللي هو الدستور دائم البلد، يعني السودان ده من سنة 1956 حتى الآن احنا ما ظننا محكومين بدساتير مؤقتة. يعني ده أنا في تقديري فشل كبير جدا جدا لكل النوع السياسية في البلد. يعني ما لم يكون عندك نظام دستور دائم للبلد دي اللي هو كل الأحزاب تجي تمارس عمل السياسي في إطار الدستور ده، معناه انت عندك خلل كبير جدا جدا في النظام السياسي، النظام بيكون حش جدا جدا، كله بيكون في فرصه اي نظام سياسي يجي يحكم البلد بيشكل هذا القانون وهذا الدستور وفقا لمصالحه الشخصيه والحزبيه اللي هو والرئيس، عشان زي ما حصل الناس تغير الدستور كامل عشان رئيس يقعد له 3 4 سنين في انه حاكم السودان لمده 30 سنه وما استطاع يعمل اي حاجه، بل ضيع البلد انه يحكم لثلاث اربع سنين. الناس كانت دائرة تجي تغير للدستور، ليه؟ لأنه ما في نظام ثابت، ما في نظام كل السودانيين وكل الأنظمة السياسية قاعدة توافقت عليه وأنه يكون نظام أساسي للبلد، بالتالي مؤسساتنا فيها مشكلة، نظامنا السياسي فيه مشكلة، قاداتنا السياسيين فيه مشكلة، ليه؟ لأنه هم أصلاً ما عارفين ده شنو، ما في قاعدة أساسية وما في لبنة أساسية هي بتشكل السياسة السودانية، بالتالي هم محتاجين لمراجعة ومحتاجين لدستور دائم. يعني كان الحوار الوطني هو الكذب الكبير جدا حصلت وضيعت فيها آلاف الجنيحات، وكان الشعب السوداني بيعاني من أبسط الخدمات، ضيعت آلاف الجنيحات السودانية مجهود وجه كل قاعدة ما قدروا يضعوا دستور أساسي البلد. يعني المشكلة أساسية المفروض تتحل، الناس ما قالت تحلها، فتقول خيبة أمل كبيرة جدا جدا حقيقة في حق السودانيين وحق الأساسة السودان عموما. ده واحدة برضو من المشاكل السياسية المفروض برضو يا جماعة احنا يعني واحدة من المشاكل السياسية انا بفتكر برضو واتكلمنا انا في الكتاب برضو اللي هو عدم بناء الاهداف السياسية المصلحة الوطنية. يعني احنا نلقى الان زي ما ذكر جبيل اخونا دكتور عمر في بداية حديثنا انه الاحزاب الان موجودة في السودان دي كلها احزاب يعني احزاب طائفية، باستثناء بعض الأحزاب اللي بدأت تصحى جديد في أهداف السياسة السودانية، أحزاب طائفية، أحزاب بتركز على المصلحة الحزبية، وإذا ما كان على مصلحة البيت اللي هو حزب الأمة، حزب الخاتمية، أحزاب يعني كل أحزاب طائفية ظلت تحكم السودان بالعاطفة وجلت اللي هو تستغل جهل السودانيين في الأطراف، وما كان في أي حزب عنده رؤية واضحة لإدارة السودان إنه يمشي بالسودان ده خطوة. يعني حزب الأمة جدتنا ده احنا لما نجمعنا كان بتقدر تتكلم عن حزب الأمة، إذا كلمت عن حزب الأمة كان بيزعلوا، لا يفتكروا إنه حزب الصادق المهدى ما في زول بيتكلم عنه، هو يفتكروا إنه هو الأساس. يعني جدا أنا أرحمه كان هو من الناس المتعلمين وكان من أوائل أساتذة في دارفور، كان بيقول لي يا أخي زمان الصادق المهدى لما يجي دارفور كان بيقول للناس يا أخي ما تعلم أولادكم، إذا علمت أولادكم ديل بيطلعوا نصارى، تعليم بنصر أولاد.
لحظتها كان أولادهم كان أولادهم أولاد نفسه كان بيدرس في إنجلترا وبيدرس في الغرب نفس الغدر برضو إذا رجعت لشرق السودان بتلقى برضو نفس الحزب المرام برضو شغال نفس الطائفية برضو بنفس الغدر. فبالتالي يعني كانت السياسة السودانية كلها كانت محورة حول المصالح الحزبية والمصالح السورية الضيقة جدا جدا. ما في حزب بيبني مصلحته أو بيبني سياسته على مصلحة البلد. فإنت إذا ما كان قيادة سياسية هي أصلا بتفكر في مصلحة البلد وما إن قيادة سياسية هي مصلحتها الأساسية مصلحة البلد، فبالتالي أنت كيف حتمشي قدام؟ تقدر تمشي قدام البلد نفسه ممكن تمشي قدام. بالتالي الشباب السوداني الآن يعني أنا أفتكر إنه الحراك الآن والتغيير الفكري في وسط الشباب السوداني ده في تقديري يعني بيبعث الأمل في نفوس الناس. أنا بحكي لي يا الشباب إنه صديق المهدي في آخر زيارة له لدارفور ما قدر يغيم ندوة في أي واحد من الولايات، لأن أول ما يقوم الشباب كلهم بتتمرد وتقوم بتمشي يعني بتقول له بتجوز ما بتعطي فرصة يتكلم. فحقيقة دي يعني دي ده في تقديري ده تغيير ممتاز بين السودان ده او الشباب السودان ممكن يمشي قدامه بطريق الشباب اللي قايمين جداد. لا في تمرد الان، في تمرد على النظره السياسيه والاحزاب السياسيه التقليديه. فدي اذا اديرت بطريقه صحيحه وجهت بطريقه صحيحه انا افتكر انه ممكن تولد احزاب سياسيه في الساحه السودانيه تقدر اللي هو تغير السياسه او الاقليه السياسيه في البلد وتفكر بطريقه مختلفه في اداره السودان بتنوعه بكل امكانياته. السودان ما زال كثير أي تركيا اللي احنا جينا 2006 يعني كانت في وضع يختلف تماما عن الآن. ناس لا عندهم بترول لا عندهم غاز لا عندهم زراعة زي الناس لا عندهم صناعة، لكن الناس نهضت. ليه؟ لأن الأقلية السياسية مع حزب العدالة والتنمية حقيقة تغير تغيير كبير جدا جدا في البلد. أردوغان سأله وقال لي أخي أنت البلد دي طورتها كده عملت شنو؟ يعني أنت خلال 10 سنة قدرت تغير البلد تغيير جذري، طلعتها من بلد كانت دائما من البنك الدولي الآن لبلد البنك الدولي، دخلتها في مجموعة الـ20. قال أنا ما عملت حاجة، أنا بس طلعت فكر سياسي بيقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية ووجهت الخراطيشة اللي كان بتكون برا الخط لداخل الخط فقط. يعني شوف بلد ما عندها موارد، ما كانت أصلا يعني من الدول إنه في يوم من الأيام الناس بتوقع إنه تمشي قدام، لكن النظام السياسي الصحيح هو طلع البلد. فما بالك بلد زي السودان بكل إمكانياته الزراعية الحيوانية البترول السودان ما دار كثير، هم محتاجين فقط لقيادة سياسية واعية، قيادة سياسية تعرف دار شنو، ناس صادقين مع أنفسهم وصادقين مع شعبهم. الناس بتقدم المصلحة الوطنية منفعة شخصية. السودان ده 5 سنة ما كثير، 5 سنة فقط، أنا فهمت 5 سنة السودان ممكن يبقى من أعظم الدول في أفريقيا. عندنا نماذج كثيرة جدا جدا، رواندا في التسعينات الناس ماتت من بعد، ملايين الناس ماتت في الشوارع. الآن أصبحت رواندا يعني من الدول الآن من أكثر الدول اللي فيها استثمار وأكثر الدول متقدمة في أفريقيا، وكثير جدا من النماذج. وبالتالي دي كلها نماذج بتورينا إنه البلد إذا كان فيها قيادة سياسية راشدة، قيادة سياسية نظرتها نظرة وطنية وصادقة، البلد ممكن تمشي لقدام. فنتمنى إنه يعني الناس اللي قدام الناس يعني ربنا زي ما بيقولوا إيش من بل الآن موجود في السودان، والناس يعني ربنا يحميها بقيادة سياسية واية وتمشي لقدام. برضو يا جماعة أنا دار أتكلم عن القضايا الإدارية ودي اللي هو تكلمت برضو عنها في الكتاب، إن المشكلة برضو يا جماعة القضايا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا قبل حقيقة تكلمت عنها بطريقة مختصرة كده، لكن هي بكرر إنه يا جماعة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أمر مهم جدا جدا لأي دولة على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الدولة. يعني إذا كان أنت احنا الان بنجيب اختيار الناس المفروض يحافظوا على السودان ده اعضاء البرلمان، اذا كان اختيارهم بيتم بطريقه يعني الان بطريقه يعني حزبيه بحته جدا جدا، المعيار الاول والاساسي اللي هو انت مكان اسرك داخل القبيله، اثنين انتمائك للحزب اللي هو برشحك البرلمان. اذا كانت عندك برلمان بيصفك لما يتم فرض اللي هو رفع الدعم من اي واحده من السلع الموجوده في السودان ويزيد الاب نتيجه انه زياده الاب على المواطن السوداني يصفق، لا يا جماعه البلد ممكن تمشي قدام. اذا كان عندك وزير هو ما عارف انه بنجيب احنا وزير بنخط اللي هو بيكون مسؤول، ما عارف. يعني انا استحضر واحده من المواقف، كان يعني واحد من الوزراء فكنا متونس معه في ونسعى
فقال لي يا اخي هو كان الشخص المسؤول من الطرق والجسور في البلد. قال لي يا اخي الناس دي يعني ما شاء الله عليهم ناس بيشتغلوا، شوف طرقهم دي نظيفه كيف. قال لي هو الشخص اللي كان مسؤول من الطرق والجسور في السودان، الشخص ما عنده افق، يعني هو ما عنده افق لدرجه انه يعرف انه هو دي شغلته، هو المفروض ما يتكلم بالشغله دي او ما يتكلم في التنميه بتاعت البنيه التحتيه الموجوده في تركيا بالاسلوب، لانه اذا اتكلم هو الشخص بيكون هو المسؤول والناس ممكن تضحك عليه. ما عنده افق انه يفكر في الكلام ده، يتكلم بكل بساطه وبكل عفويه. فالناس البلد ممكن تمشي بعقليه زي ده. فعلا في ناس كويسين جدا جدا، لكن اغلب الناس اللي كانوا هو في مفاصل الدوله كان ناس من معيار اساس سمع عن وطن. انت بتقول سمع عن وطن بتمشي اي حاجه بتجيك من فوق، ده معيار اساس بغض النظر تكون عارف شنو مؤهلاتك شنو في البلد كده ممكن تمشي قدام. لازم نضع رجل مناسب في مكان مناسب سابقا موضعنا، لكن الان ومستقبلا المفروض نضع ايش عن البلد دي تمشي لقدام. برضه هي واحده من المشاكل الاساسيه النظام الاداري الموجود في السودان. احنا الان يا جماعه نظامنا بنقول نظام مركزي، عندنا ولايات، الولايات دي فيها برلمانات ولائيه بتشري وضع قوانينها، عدد كبير جدا جدا من اعضاء البرلمان مسؤوليات، فيها ولاة مجالس ولاة، فيها والي، حكومة كاملة متكاملة بوالي رئيس جمهورية مجلس وزراء برلمان سلطة قضائية. في نفس الوقت عندنا مجلس ولايات في المركز، في نفس الوقت عندنا اللي هو البرلمان القومي. يعني عندنا ترحل كبير جدا جدا في الدولة السودانية. الترحل ده ما لم يزال، ما لما الناس تضع نظام يتماشى مع النظام الإداري في البلد أو رؤية البلد، البلد دوم تمشي قدام. يعني الوالي اللي بيكون موجود في الولاية ده بيتم تعيينه من المركز، فترة من الفترات كان بيتم انتخابه، طالما هو منتخب معناه هو شخص المزور الأول. المركز ما عنده فيه صلاحية، لكن بتجي إنه لأنه بس كان حصلت بعض النماذج في السياسية السودانية بعض من الولايات، لأنه كاشا قال للبشير لا، تم تغيير نظام الولاة كلهم، أصبح نظام إداري مفصول، أنت بتجيب له الرئيس بتخطه. فدي برضه واحدة من المشاكل. يعني السودان ده محتاج، طالما أنت أصلا ولايات، الولايات دي بتدير من المركز والوالي بيتم تعيينه من رئيس الجمهورية، ما في داعي للإبع الإداري الموجود. الشعب ده ما قادر يتعامل، الشعب ده ما قادر، أبسط الأشياء ما قادر يتعالج. إحنا الآن مستشفياتنا حالة زي الزفت، الناس واقفة صفوف العيش. الان بتلقى الحربات بتاعت الولايات، حكومه ولائيه كامله قايمه وقاعده في شنو؟ شغالين شو؟ ما شغالين اي حاجه، ده يبقى اداري، ده خلل اداري كبير جدا جدا. السودان ما محتاج له حكومات ولائيه، برلمان ولائي، برلمان قومي هو المسؤول بوضع التشريعات، والي يتم تعيينه من المركز، ممكن ولا حتى من رئيس الجمهوريه، يتم تعيينه من واحده من وزارات. في نماذج كثيره تركيا الان ولايات بعظمه تركيا ومن لحظتها دي ولاد الولايات بيتم تعيينه من وزارة الداخلية، تابعين الإدارية لوزارة الداخلية. زول موظف بتاع دولة عنده مهم جدا، مهمة أساسية بلا حلمان عننا الولاة والولاة والأبعاد الإدارية وأنظمة ومالية كله يبقى على السودان. والي يتم تعيينه، ما في وزير، ما في وزير صحة، مدير صحة ولاية الولاية الفلانية عارف، وزير ولاية الشمالية مدير اللي هو البنية التحتية، وزارات مركزية محتاجة لمدراء يكونوا موجودين في يكونوا موجودين في الولايات، كفايه جدا ده بامكانهم انه يحل مشاكل السودان. فانت لما تجي بلد فيها ضائقه اقتصاديه، فيها مشاكل كبيره، يعني تجيب لي ولاه ومركز، تجيب لي ولاه وتجيب لي برلمانيات ولائيه، ابقى اداري. فالسودان محتاج يقعد يشوف انه انسب طريقه لاداره السودان شنو. يعني في ناس بتتكلم انه يا اخي تفصل ولايات السودان، يكون في نظام فيدرالي كل ولايه. يا جماعة نحن الآن ما بنعرف بعضنا. السودان ده إذا أنا في تقديره أي نظام، أي محاولة لحكم ذات الولايات نهايتها الحتمية هتكون في صالح السودان، تشتيت السودان. لأنه يا جماعة الآن ترجع في زول بيدرس الأساس في ولايته، بيدرس الثانوي في ولايته، تكون الجامعات في ولايته، بيدرس الجامعة في ولايته، بيتخرج الخدمه المدنيه بقت ولائيه، بيتقيم في ولايته، بيشتغل في ولايته. الخرطوم ده بيكون شافها، الشمال ده بيكون شافها. بالنسبه له ده العجانب،
بالتالي في وجود في ضمن وجود نظام زي ده، انت انا في تقديري اذا جبت اللي هو اي حكم ذاتي للولاة او اي محاوله اللي هو لتمديد سلطه الولايات واعطاء اللي هو اعطاء صلاحيات كامله، السودان ده هيتفصل. السودان ده محتاج عشان يعدوا المرحله، او السودان ده عشان يحافظ عليه بالشكل ده، احنا محتاجين نجي نقعد كلنا ونتراضى ونصف النيات، نضع نظام يحافظ على وحده السودان ويحافظ اللي هو كل سوداني في اي حته في السودان يشوف نفسه في النظام ده. البلد ممكن نقدر نحافظ على وحدتها، لكن زي بيقولوا جبال قال قول جاري ورفعوا له فروه. يعني اصلا انت عندك مشكله كبيره جدا جدا في هويتك، عندك مشكله كبيره جدا جدا في قبر الاخر، عندك مشكله كبيره جدا جدا في النظام الاداري بتاعك. فلما تيجي ده كلها تيجي تخط تقديم اللي هو فصلت السودان بنفس القدر. النظام الان موجود متبع في السودان، هو برضه عبء كبير جدا جدا على السودان اقتصاديا، ما محتاج لكلام زي ده. احنا دوله محتاجه فقط، الان كل امكانياتنا موجوده، محتاجه فقط لادارتها بالطريقه الصحيحه. احنا الان محتاجين لنظام فقط يدير مواردنا الموجوده، ما دارين زول شاطر شديد عشان يجيب لنا حاجه يستنتج لنا يعني موارد، لا كل الحياة دي موجوده. السودان ما عنده مشكله، بس محتاج بس اداره بسيطه جدا جدا، والرجل المناسب المناسب في المكان المناسب، بس مصداقيه وعمل بنيه، بس قضيه المصلحه الوطنيه. ما دارين زول صادق يتكلم ويعرف يتكلم الخطاب. احنا 30 سنه وقبلها من الاستغلال بنسمع في الناس الخطب السياسيه الرنانه والكلام الجميل، لكن ما اود بشنو بيك زيرو، ما في نتيجه، ما في نتيجة. بالتالي احنا محتاجين الان تغيير العقليه السياسيه. حتى السودان البسيط ده هو الان مفروض تركز في انه يجي الزول اللي بيخدمه، يجي الزول بيفكر بكيف انه يقدر يمشي السودان ده بالامكانيات الان موجوده ويصلح الاخطاء الاداريه الموجوده فيه. برضه واحده من المشاكل الاخرى اللي هو المشاكل الاداريه الموجوده في السودان، الخدمات. انا اخر زياره للسودان حقيقه في افضل في العاصمه وفي افضل احياء العاصمه، أكرمكم الله يا أستاذ، الوساق والزبالة كانت موجودة في الطرق، يعني طرق الطريق اللي هو التطوار في النص يا أستاذ الزبالة موجودة فيه، ده في أقطع حي في الخرطوم. الخدمات الآن في السودان زيرو منتهية. ليه؟ لأنه يا جماعة إحنا أنحينا جزء إداري مهم جدا جدا البلديات كان موجودة في السودان. زمان كان موجودة لك بلدية خرطوم، بلدية نيالة، بلدية كده. يا جماعة البلدية دي هي الجهة أكثر جهة إدارية بتكون ملامسة للشعب. رئيس البلدية ده هو الشخص اللي بيكون مسؤول من نظافة البلد، من الخدمات اللي بتقدم للبلد. كان الناس بتضرب المثل، حتى الصحة، الصحة يعني بتطلع قانون التاجر ده بيجيب له اللي هو البضائع بيكون خطيها في الدكان بتاعه، الزول بيجي براجعها مدته انتهت ولا ما انتهت صلاحياته شنو، براجعها زول البلدية. فأنت لما تشيل البلديات وتجيب ما يسمى المعتمديات، المعتمد تعيين وتعيين سياسي، بيكون أحدث تغلل كبير جدا جدا في المنظومة الإدارية بتاعتك، وده الشيء اللي حصل في السودان. يعني احنا عندنا الآن فراغ كبير جدا جدا في المنظومة الخدمية في السودان. فبالتالي الآن ما في خدمات، بلد وسخانة كل سنة النادي يتكلم عن الخريف، يعني مشاكل متكررة. ليه؟ لأنه ما في، انت انتهيت من المنظومة الخدمية، جبت زول معتمد، جبت عينته خطيته. المعتمد ده لأنك أنت عينته ما منتخب. إذا كان رئيس البلدية، كان في رئيس بلدية منتخب من الشعب، هو كان بيكون حريص إنه يقدم الخدمات، حريص إنه ينظف، حريص إنه يقدم الخدمات الأساسية المحتاج لها المواطن. لأنه إذا ما قدم السنة الجاية تم انتخابه. بالتالي لازم نفرق ما بين الاثنين، المنتخب والمعين. لأنه يا جماعة المعين هو بركز على إرضاء الشخص اللي عينه. أنا من عائلة معتمد في أي واحدة من المعتمديات، وأديه هو الشخص، أديه كل السلطات الخدمية وكذا يكون مسؤول منها، هو بركز فينا، ما بركز في المواطن، بركز فينا أنا عينته. لأنه طالما أنا عينته، وإذا ما عمل حاجة أنا دائرة في المحلية دي وما نفذ أجندتي، أنا بجيب زول تاني بدله. فبالتالي هو المواطن ما السبب الأساسي، ما الفيصل الأساسي في أنه هو يقدم خدماته، لا الشخص المعين اللي هو على الولاية. طالما الوالي بعين المعتمد، ما نستنى، ما نستنى خدمات. فهنا يا جماعة بالطريقة عاجلة جدا جدا، ليلة قبل بكرة
بعد ما نعدي الآن المشاكل الضوئية الاقتصادية الموجودة في البلد دي، محتاجين نعالج مشاكل البلديات، المشاكل الأساسية اللي هي خدمات أو تأثيرها بلمس المواطن. نظام البلديات لازم يرجع في السودان، لازم البلديات ترجع وترجع تعاد وتديها صلاحياتها، ورئيس البلدية ينتخب من المواطنين اللي هو في إطار البلدية الموجودة، عشان يحاسب المواطن ده. كل الآن أمريكا الآن يقول لك بلد أمريكا، كل الدول الآن العظمى رئيس البلدية دي أو الأم ده هو أهم زول. يعني بتلقى المواطن ممكن يجامل في انتخاب الرئيس، لأن الرئيس بيدير أشياء كبيرة جدا جدا، بيدير السياسة الخارجية للبلد وبيدير السياسة كلية للبلد، لكن ما بيجامل أصلا في اختيار الأم ده أو رئيس البلدية، لأنه ده تأثير مباشر في حياته، في المسار العام بتاعه، في القرارات اللي بتجيه. يعني في تركيا آخر الانتخابات الحزب المعارض صوت للناس من حزب ضده، لكن فوق صوت لزول، لكن لما نجرس البلدية هنا صوتوا العدالة والتنمية. ليه؟ لأنه عارفين إنه مرشح حزب العدالة والتنمية لما نجي هنا بقدم لهم خدمات، زول بيشتغل. وبالتالي حتى الوعي المجتمعي إنك أنت كيف تقدر تجيب الزول، يعني بيخدمك حاجة أساسية جدا جدا. لكن طبعا الكلام ده محتاج انه المنظومه تكون موجوده. احنا الان شنو المنظومه؟ جبنا مسمى المعتمديات. المعتمد ده زول ممثل السياسه، ممثل الوالد، ده زول الدوله. لكن انا محتاج لزول يخدم المواطن، محتاج لزول يغير المسار العام. احنا يا جماعه الان عاصمتنا من اوسخ العواصم في افريقيا بل في العالم. يا اخي السودان ده يعني خدمات منتهيه، منتزهات ما في، نيل ربنا ادانا نيل، والله الواحد تجي تقعد على النيل ده والله ده ما تكتجري نعمه. يعني انا يعني انت استغلتها استغلال سليم ممكن تدر لك بموال تغير مسحر البلد وتغير حتى الطبيعه النفسيه بتاعتك. يا اخي السودانيين دول ما قاعدين يتنسوا، ما في ترفيه، الناس كتم، حاله بتاعت كتم مان، يعني وصلوا مرحله الناس كلها تركيزها انه يعني تاكل شنو وتشرب شنو. في القرن 21 في بلد زي السودان اي لو زرعنا فيه التراب يقوم. لان يا جماعه ما عندنا يعني نظام اداري، ما عندنا نظام سياسي، ما عندنا اساس يعني سياسيين صادقين. بالتالي دي كل العمليه دي كلها متكامله مع بعض. مين بتجي من رئيس البلد؟ رئيس الجمهوريه، كلها مع بعض. لكن التفاصيل الاساس، يعني انا حاولت في الكتاب ده اتكلم يعني بصوره اخرى عن الاساسيات، انك انت كيف تقدر يعني تعالج بسيط الامور. لانه يا جماعه بسيط الامور، يعني مثلا ممكن يجي نزول يقول لي يا اخي البلديه شنو، احنا بنتكلم مش كل، لكن لا، رئيس البلديه او النظام بتاع البلديات الموجود بيقدم الخدمات ده انا بتقديره هو اساسي. دي تفاصيل مهمه جدا ودقيقه الناس لازم تنتبه لها، لانك انت في النهايه هدفك الاساسي طالما هو خدمه المواطن اللي هو تغيير حال المواطن وتطوير بلدك، انت المفروض يكون عندك نظام خدمي ينفذ لك او اليه تنفذ لك دي اللي هي البلديات. دي بصورة عامة عن الكتاب وتفاصيله. وبرضو أنا تكلمت في آخر جزء ده، أتكلم عن جزء أساسي اللي هو السياسة الخارجية السودانية، وده أتكلم بالضبط. دي أنا أديت حيز كبير جدا جدا في الكتاب عن العلاقات التركية السودانية. يا جماعة تركيا يعني من الدول إحنا تمسنا حرصة كبير جدا جدا على العلاقة مع السودان. يعني الأتراك إحنا 13 سنة ويعني لقينا فرصة إنه ندخل مؤسساتهم ونتكلم مع القادة السياسيين بتاعينهم، أو يعني ربنا أدانا فرصة إنه ندخل على الناس، يعني نكون علاقات واسعة جدا جدا مع الشعب، ونقدر نفهم إنه نظرة الأتراك بصورة عامة للسودان والسودانيين. تلاقي الناس زي بصورة عامة بيكنوا احترام، والناس اللي جت تركيا بيعرفوا الكلام ده، احترام كبير جدا جدا للسودانيين وتقدير كبير جدا جدا للسودانيين، ودائما حريصين انه يكون لهم علاقات طيبه، علاقات مبنيه على المصلحه المتبادله مع السودانيين. اتراك يعني في اسباب اساسيه خلتهم يكونوا احترام الكبير ده للشعب السوداني. يعني في بيفتكروا انه الشعب السوداني شعب صادق جدا جدا. بيفتكروا انه شعب امين، شعب يعني فعلا يعني يستاهل الناس تجتمع معه. يعني برضه بيفتكروا انه عندهم الشعب السوداني عنده حق عليهم.
يعني في واحد يسمى موسى الزنجي. موسى الزنجي الآن أي تركي سألته من رئيس الجمهورية لحد اللي هو الشخص في المجتمع أقل زوج سألته قلت له موسى الزنجي منه، بيتكلم لك بطريقة كده بتاعت يعني حسرة، وبيتكلم لك كده بتاعت يعني حقيقة وفاء. موسى الزنجي ده سوداني فترة الدولة العثمانية، كان وصل لحد يكون مدير أو نائب مدير جهاز الاستخبارات في الدولة العثمانية، وكان له شخص له دور كبير جدا جدا، قصة يعني أوصي الناس إنه تدخل وتقرأ عنه. فحقيقة يعني الآن بتلقى بتدخل الوزارة بتلقى صورته بتكون موجودة. طيب لما يقول لك يا أخي السودان بيقول لك موسى الزنجي، افتكر إنه السودان ده يعني مفروض هم يقفوا معاه وعنده حق عليه مفروض يرد لهم. فبالتالي كل الأنظمة السياسية في تركيا من هو فترة الحزب الواحد فترة الحزب الشعب الجمهوري، عدنان مندرس وجاد اللي هو جينا برضه ترقود أوزال، وبرضه جينا اللي هو هو نجم الدين أربكان، وجينا مرورا بأردوغان، كل الناس دي كانت مركزة في علاقاتها مع السودان. وكان بيقول لك إنه هم طبعا نظرتهم الآن حتى في الفترة الأخيرة أردوغان بيقول لك السودانيين ناس يعني ناس مسلمين، السودان دولة مهمة جدا جدا احنا المفروض نقف معاها. فترة البشير لأنه كان بين قوسين اللي هو الإسلام السياسي، بفتكر إنه نظام البشير هو نظام إسلامي فبالتالي حريص على الإسلام، نظام عادل. بفتكر إنه نفس النظرة الموجودة في تركيا هي كانت موجودة، لأنه ما كانوا عارفين موجودة في يعني موجودة في السودان، بالتالي كان بيقفوا مع البشير وبيدعموه، مش لأنه نظام البشير مش لأنه نظام إسلام سياسي أو لأنه حاجة نظرة إيديولوجية، لا، لأنه كان بيفتكر إنه نظام البشير هو نظام يعني موجود في السودان، كل السودان متفقين حوله، نظام إسلامي مش لأنه إسلام سياسي، لأنه إسلامي، فبالتالي كان بيدعموه. لكن لما حصل التغيير كل البيانات طلعت من وزارة الخارجية التركية كان بيركزين على جزء أساسي إنه تركيا الشعب التركي هو بجانب الشعب السوداني وبيحترم إرادة الشعب السوداني وبيدعم أي نظام سياسي جاء في السودان. كل البيانات الكان صدرت من وزارة الخارجية التركية، وكنا بيانات صدرت من السفارة السودانية في تركيا التركية في السودان، كانت اللي هي واضحة وكانت مركزة على الجانب ده، ملموس إنه هم حريصين على علاقتهم مع السودان، وما زال حتى الآن يعني الأتراك حريصين جدا جدا على علاقتهم مع السودان. وافتكر إنه يعني في عام 2010 الأتراك اللي هو بعد ما تركيا استقرت اقتصاديا بدأوا سياسة خارجية اللي هي على كل العالم أو الامتداد اللي هو الدول الأفريقية والدول اللي هو شرق آسيا وخلافه، وكانوا يفتكروا إنه وضع السودان بوابة تركيا لأفريقيا. كل الاستراتيجيات التركية اللي كانت مبنية لأفريقيا كان السودان الدولة الأساسية، هم يفتكروا إنه السودان الانطلاق. وبالتالي كان عمل مؤتمر التركي الأفريقي في السودان الأول، في عمل الثاني في تركيا. اختيار ده ما كان اختيار السودان، ما كان اختيار جاي من عمس، لا، اختيار جاي من نظرة استراتيجية واللي هو احترام وتقدير بكل الأتراك عموما للسودان. لكن للأسف حتى في نظام البشير يعني نظر الدعم اللي كان بيقدمه البشير الأتراك للسودان في فترة البشير دعم ما كان سهل، لكن كان في عدم موضوعية، كان احنا ما عارفين السودانيين شنو، ما عارفين السودانيين من الأتراك شنو، فبالتالي ده أثر ترك ده حاول كتير جدا جدا. يعني من أبسط الأشياء الناس بتتكلم الآن إنه نظام البشير ونظام الإيديولوجية وعلاقة الإيديولوجية وخلافه، أبسط الأشياء في فترة الانغاز مستشفى نيالا، مستشفى نيالا ده تم بناؤه اللي هو تركيا أحدث في المؤتمر بتاع اللي هو في الدوحة إنه ب$3 مليون تبرع للسودان، واحدة منها اللي هو في دارفور، واحدة منها اللي هو جزء من المبلغ يتبنوه أكبر مستشفى الآن في المنطقة عموما، أحدث مستشفى الآن في منطقة السودان وفي الدول المجاورة للسودان، مستشفى تركي في السودان. هذا المستشفى اللي هو بعد ما تم إنشاؤه الآليات الطبية والأجهزة الطبية اللي كانت تستخدم في السودان تم حجزها في ميناء بورسودان لأكثر من 6 شهور بحجز إنه لازم تدفع الضريبة. كان ده في نظام البشير، الكلام ده الآن معروف يعني ما كلام يدس ولا كلام يعني الناس تتردد فيه وتقول حجزت، السبب الأساسي كان إدارة الضريبة. الكلام ده وصل لحد الرئيس، الرئيس هو البشير كان وقتها رئيس المغلوب، كان هو تدخل وحل المشكلة. الناس تكلمت مع أردوغان قال لي يا أخي الحاصل كذا وكذا وكذا وكذا، والله هو ده الحاصل، والناس والله إحنا قدم نحاول نقدم خدمات للنازل في عقبات، إحنا ما عارفين النازل يعني إحنا واجهتنا مشاكل يعني ما قاعدين نتحرك.
وقتها كان هو رئيس وزراء. قال لهم يا اخي احنا كده جانب الحكومه ده خلوه، انا خدماتي مال الحكومه، خدماتي للشعب السوداني، الحكومه دي بتمشي الليله بتجي حكومه ثانيه، لكن احنا الشعب السوداني اللي عنده حق علينا المفروض نوفي له به. فبالتالي ما يحصل تغيير، المستشفى ده لازم يقوم، واذا ضاعت الضريبه ادفع، اذا ضاعت ده ادفع الضريبه. تكرر الغمر تكرر الجمهوريه. فجماعه الجمله دي بتحدد نظره تركيا للسودان وتوجهاتها تجاه السودان. في الفتره الاخيره للاسف بعد ما حصل التغيير في السودان ظهرت بعض الاصوات يعني بصوره واضحه جدا جدا استعادت تركيا، تفكر انه كانت تركيا من الدول اللي هو الاخوان المسلمين. ما في اخوان مسلمين في تركيا، يعني ده ما موضوعنا، لكن الناس محتاجين يعني اتخاذ قرارات المفروض يكون يعني خصوصا في السياسه الخارجيه ولا السودان والعلاقات الحياه الملفات اللي بتاثر في الامن القومي للبلد، المفروض الناس تنظر لها بنظره يعني علميه، ومفروض الناس يعني تتخذ قراراتها بناء على معلومات او بناء على يعني معطيات حقيقيه. يعني تركيا يعني ما من الدول اللي انت المفروض تستعدها بس اللي هو نظره ضيقه جدا جدا، او لانك انت بس تابع لك اللي هو مكون محدد هو ذلك، لانه علاقته وقعوا مع تركيا ذلك علاقته مع تركيا، انت المفروض تنظر للبلد بالشكل ده. تركيا دول مهمه جدا جدا، واخونا وفي هو عارف تركيا وعارف التطور وعارف الان يعني حتى الدول الان هي مستعده السودان وهي لها تاثير كبير، او بتشوف انه بتبذل اقصى مجهود انه تخرب العلاقه بين تركيا والسودان. الان هي نفس الدول لاح الشغل كبير جدا جدا وتعاون كبير جدا في مجال الشتاء، بالرغم من انه الصراع العام موجود ده تعاون، وانا شاهد على يعني ما حاجه الناس بتقولها ولا حاجه، احنا داخل شايفين الزيارات المتبادله والفوت اللي بتجي اللي هو حرصه انه كيف تقدر تاخذ البلاد بتاعه تركيا في مجالات، وكيف تقدر تاخذ التجربه التركيه في مجال المؤسسات، في مجال الامن، في مجال الزراعه، في مجال الصحه. في النهضه حصل في تركيا دي كيف أقدر أخرج البلد من دي فترة وجيزة جدا جدا، من دولة كانت فقيرة، دولة كانت الزول بتمشي عشان تمشي تقابل الدكتور الساعة 10 أو 12 بتقف من الصلاة الصبح في صف المستشفى عشان تقدر تقابل الدكتور. أعتقد كان الكلام ده في 2000 كان كده. الآن دولة أصبحت يعني الألمان الآن بيجوا بيتعالجوا في تركيا، الفرنسيين بيجوا بيتعالجوا في تركيا، يعني دولة قدرت تنحط بطارية كبيرة جدا جدا جديرة إنك أنت تقدر تكون حريص إنك تبني معها علاقات. بالتالي يعني الناس الان بتتكلم انه نظام البشير واخوان مسلمين وتركيا الان اصبحت حاضنه لكل الاخوان المسلمين، ده كلام صحيح. الناس ما عارفين في قانون في تركيا طلع قانون عام، اي زول بيجي تركيا بيشتري عقار باكثر من 250 الف دولار عنده الحق يقدم الجنسيه، ده جانب. طيب في اتفاقية موقعة ما بين تركيا وحكومة السودان في فترة البشير، طبعا يا جماعة الاتفاقيات توقع مع الدول، الأنظمة بتتغير لكن الاتفاقيات تظل قائمة. إذا كانت دولة محترمة أنت طالما وقعت اتفاقية مع الدولة أنت الاتفاقية بتظل قائمة، ما لم يجي نظام سياسي جديد ينتقد هذه الاتفاقية يغير منها ولا هو أو يلغيها. في اتفاقية ما بين السودان وتركيا بتعطي كل حملة الجوازات الدبلوماسية إنه يدخل تركيا بدون فيزا. طيب الحصل شنو؟ حصل تغيير في السودان، الناس زي كل منهم جوازات دبلوماسية، شال جوازاتهم دي وجي داخلين تركيا. تركيا بتقدر توقف لأن أصلاً أوردي أنت النظام الموجود في السودان ما جيت قلت له تركيا، ما جيت لغيت الاتفاقية، ما جيت قلت له تركيا ما تدخل نزل، ما عملت حاجة. تركيا دي زول في اتفاقية الجوازات ده ما عنده شغله بالكلام السياسي، انا بتكلم عنه ده بيدخل الزول ده دخل البلد عنده قروش بيجي مش بيشتري له شقه ب 250 الف دولار يكون له حق انه ياخذ اقامه ويقدم للجنسيه. طيب انت يا اخي كدوله محترمه عندك رؤيه واضحه، تعال اقعد مع الاتراك الغي الاتفاقيه دي ورم رؤيتك، لكن انت ما ممكن يتم املاءك من طرف اخر تعلن سياساتك بدون ما تخطو خطوات عمليه تجي تعلن هو استهداف لتركيا. هي يعني علاقات التركية علاقات يعني المفروض تكون علاقات قويه جدا جدا، تركيا عندها الكثير جدا ما تقدم السودان، وفي نفس الوقت تركيا محتاجه للسودان، يعني عندها امكانيات اذا استغلت بطريقه صحيحه. احنا الاراضي العام موجوده في السودان دي تركيا عندها امكانيات زراعيه ضخمه جدا جدا، اذا حصل اتفاق فقط اراضينا بس تم زراعتها بطريقه اللي هو باتفاقيات
تضمن مصلحة الطرفين سنة أو سنتين، السودان الثاني بيكون محتاج. فإحنا محتاجين لسياسة خارجية مبنية على المصالح، سياسة خارجية بعيدة جدا جدا من التكتلات واللي هو والإيديولوجيات، وفقط تركز على مصلحة البلد. يعني دي أنا برضو من الأشياء الحريص كنت داري أتكلم عنها، واتكلمت برضو عنها، قدمت رؤية عن العلاقات السياسية التركية السودانية والمجالات. في مجالات عديدة جدا جدا السودان ممكن نستفيد منها تركيا، بس احنا نضع خطتنا ونكون يعني نعرف نفس دارين شنو. احنا ما عارفين نفس دارين شنو. يعني زول بيجي بيحط لك كل امكانياته فوق الترابيزه بيقول لك انت دار شنو، انت بتسوي الكلام ده كله بترميته لانك انت ما عارف دار شنو، ما عارف نفسك دار شنو. فبالتالي العلاقات السودانيه التركيه فعلا احنا محتاجين لها. يعني الان تركيا طلاب من كل دول العالم، 3000 طالب سنويا بيجوا بيدرسوا البلد دي، ماجستير ودكتور تحيل. يعني تكون نزول كادر يحل لك كادر بشري، دي حاجه ما سهله. فانا يعني اتمنى انه القياده السياسيه انها تنظر للموضوع بنظره مختلفه، وان البلد دي يعني محتاجه فعلا لناس وغلاء تمشي قدام، ناس يضعوا مصالح البلد، ناس صادقين في تعاطيهم مع غير السودان. وانا اكتفي بهذا القدر، واترك الفرصه للاخوه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شكرا لك، قدمت تصريحات جميلة جدا الباب بتاعك، هي كانت نت يعني سريتاي. الله يسلمك اخونا، الله يسلمك اخونا استاذ، يا تسلم استاذ وفي. حقيقة يعني الواحد يعني يحاول يقول الأشياء كده يتناولها بطريقة واضحة جدا جدا. أتمنى إنه يكون قال أشياء يعني لقل أضافت حاجة، تضيف حاجة بسيطة جدا لخبرة الإخوة والزملاء الموجودين يعني، ونظرة مختلفة. طبعا أكيد أضافت كثير بإذن الله. أنا والله زي ما قلت الكتاب كنت محظوظ إني حصلت على نص منه مبكرا، وقريته أكثر من مرة، كل مرة بجيب في نقاط أكثر من المرة اللي قبلها، بفهم فيها حاجات برضو جديدة علي نوعا ما. نعم. فرصة للشباب اللي معانا، دكتور أنور. نعم. الشباب دكتور امتثال وطارق، ده شكلهم برضو بعيد. أنا موجودة دكتور، شكراً على الشرح الضافي لأجزاء من الكتاب بتاعك. أنا بس كنت عايز أسأل، أنت اتناولت موارد السودان كجزء من، يعني ممكن نقول من أمنه، لأن إحنا عندنا موارد كثيرة في دارفور، في المعادن اليورانيوم والذهب، وعندنا النيل زي ما شايفين اليومين دي عندنا مشكلة، مشكلة الفيضان، يعني يعتبر بالنسبة لنا سد النهضة والسد العالي ممكن يسبب مشكلة بالنسبة للسودان. هل اتطرقت في الكتاب بتاعك لموارد السودان المختلفة؟ نعم، تكلمت يعني بصورة عامة عن موارد السودان، وإن السودان يعني واحدة من الدول اللي بتمتلك موارد كبيرة جدا جدا، لكن إن المشكلة عدم استغلالها، الزراعة إن الثروة الحيوانية، الزراعة، الذهب الآن، حتى البترول. يعني في مناطق في السودان دي الآن مناطق بكر ما في زر وصلة. يعني دي كلها موارد الآن موجودة في السودان، لكن لأنه السياسة في السودان أو الحراك السياسي في السودان ما خلى الناس تنتبه للموارد. الناس كلها بتركز، ظهر البترول، التركيز كله في البترول، خلاص ظهرت الآن ظهر الذهب، الآن الموضة مصر الذهب. فبالتالي ما في فك طريقة استراتيجية لإدارة الموارد في السودان، حتى وبعد تصحر ما في خطة واضحة لإدارة عشان تقدر تأثر أو يتم استخدامها أو استثمارها في اكتشاف الموارد الأخرى. الناس شغالة بالحي اللي بتجي، يعني جلب ذهب الناس مع الذهب، جلب بترول الناس مع الذهب. الثروة الحيوانية الآن موجودة في السودان، من أكثر الدول الآن بتمتلك يعني لثروة حيوانات ضخمة جدا جدا، يعني إذا كان استخدمت بالطرق العلمية وكذا وكذا، يعني ممكن تكون هي المورد الأساسي للبلد. ما في الزراعة الآن في دارفور، يعني أنت بتحفر لك متر ونص، الموية تقطع، يعني انت بتروي
ممكن 24 ساعة ما عندك مشكلة في المويه. الزراعة يعني دي كلها موارد موجودة في السودان، لكن للأسف ما في استقلال. يعني أنت الآن لو أدوك كمية طائلة جدا من الأموال وأنت ما عندك العقلية تديرها بها، بتكون ما عندها معنى. السنة الأولى السنة الثانية ده إذا أصلا بقت أكمل السنة يعني تنتهي، بتكون ما هترجع برضه تصور الطريقة اللي هو تدين من هنا وتشوف هو زي ما كان السياسات المتبعة، عشان زول ناخد له مليون دولار أو مليار دولار من واحدة من الدول، يعني يتنازل عن كل مبادئه ومصالحه ويقدم مصالح الدول الثانية عشان يقدر يحصل له على غرض محدد. ليه؟ لأنه يعني ما عندنا عقلية اللي كان بتركز في إنه الاكتفاء الذاتي أو استغلال الموارد اللي كانت موجودة في السودان. يعني للأسف إنه المياه الآن النيل ده يعني ممكن مياه النيل ده ممكن تكون هي يعني المورد الأساسي اللي اعتمد عليه السودانيين، لكن للأسف كل سنة فيضان وكل سنة غرق وكل سنة عدم استعداد إعلانات من المسؤولين إنه ما في كان ما استعدينا للنيل وما استعدينا للخريف، يعني أشياء حقيقة توضح مدى ضعف الأقلية السياسية والقيادات السياسية الموجودين في السودان. يعني للأسف الآن حصل كل سنة بحصل غرق في السودان، لكن السنة ده أنا في تقديري الناس المفروض تنظر له نظرة مختلفة. يعني الآن قيام السد العالي هو الصراع ما بين مصر وأثيوبيا، يعني السودان ده بيوريك إنه النيل ده إذا ما كان حصل إدارة المياه بطريقة صحيحة ممكن يكون يغرق السودان، ممكن يغرق. أيوه يعني ممكن يغرق، دي تجربة. عندي رسالة أنا في تقدير، رسالة قدمتها الطبيعة للسودان. يعني أثيوبيا دي صد النهضة إذا عملته، إذا يوم من الأيام حصلت أي مشكلة فتحته، السودان ده كله ممكن يغرق، كله ممكن يغرق. أيوة صحيح، شفنا نحن الآن المصريين كانوا كيف بناء يعني المفاوضات حول سد النهضة، في حين إنه نحن السودانيين كنا شايفين روحنا في أمان يعني. والآن زي ما أنت قلت الآن في رسالة أرسلت لنا إنه نحن في خطر بيسبب لنا سد النهضة والسد العالي، لازم يعني نخطو خطوات سريعة عشان الحاجة دي ما تتكرر السنة الجاية، يعني ممكن السنة الجاية يحصل نفس اللي حصل السنة دي. بالضبط بالضبط يا دكتور بالضبط، لكن أيام هو يتفائل إنه السنة الجاية إذا برضه نزل مطر حيكون نفس المناظر الموجودة، لأنه يعني المسألة محتاجة لتركيز ومحتاجة لشغل طويل. إحنا ما في الآن، يعني زي ما ذكرتي السنة الجاية برضه حتتكرر نفس المناظر، برضه تسمع نفس التصريحات. جايبين قبل كم يوم صورة لعبد الرحيم عمر تسلم وكان والي في الخرطوم، نفس الصورة الآن هو الوالي بتاعنا الآن في نفس المكان وفي نفس المنظر وحولوا الناس داخل المويه، يعني حلقة مفرغة، ما في جديد. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور طارق. يا دكتور تيراب، شكرا على المحاضرة الجميلة. يا الله يسلمك يا عزيز، أتمنى أن تكون كانت مفيدة. لا لا والله جدا يا أخي، حتى ذات النقطة المهمة جدا، النقطة بتاعت انه التنوع ده بالنسبة لنا نحن بقى نغمة، يعني ما نعمة، مع انه امريكا مبنية على التنوع، وحاليا هو اللوتري ذاته بزيد في التنوع، وبريطانيا وغيرها من الدول الكثيرة جدا مفتوحة للناس. شفنا هسي بايرن ميونخ السنة دي في الكورة كويس يعني، وشفنا فرنسا كيف انها قدرت شالت كأس العالم. فالتنوع هو مفروض يكون قوة، مش كده، لانه بيديك سينرجي، بديك كومبلمنتريتيز، يعني الناس بيكملوا بعض، لأنه المقدرات بتكون والمواهب وغيره بتكون متنوعة ومتعددة وكذا، حتى البرين ستورمين والأفكار وغيره. زمان كان في كتاب نحن لما جينا سنة أولى أدونا له في علم الاجتماع اسمه السودان الوحدة في التنوع، سودان يونيتي إن مالتيبليسيتي. فنحن كيف أنت تكلمت عن إنه نحن محتاجين استراتيجية بتاعت إدارة التنوع، العناصر شنو ممكن يكون اول استراتيجيك بيلرز، الاعمده اللي ممكن تقوم عليها وتتبني عليها الاستراتيجيه دي شنو بشكل عام، يعني الملامح ممكن تكون شنو وكذا، اذا دايرين هسي مثلا نمشي في الاتجاه ده، لانه صراحه من غيره وي كانوت جو فورورد. واذا ما عندنا تنوع ذاته، اذا نحن كلنا بقينا اصلا يعني فروم وان اسن جروب، مفروض كان نفتش نحاول نجيب ناس من برا العالم عشان نقدر نكون متنوعين، مش كده؟ نعم، لانه لو ما بقى في تنوع، بيقول لك دائما من اخطر حاجه دائما للمؤسسات للدول اللي غيره، المساله بتاعت الجروب سينك، انه الناس كلهم يكونوا يفكروا بنفس الطريقه.
نعم. فانت طالما انت دوله زي السودان عندك تنوع اسمي وتنوع غيره وعرقي شنو، المفروض الحاجه دي تستخدم وتستغل استغلال افضل. عشان تستغل زي ما انت ذكرت فعلا محتاجه الاستراتيجيه، وانا افتكر انت هبشت الوتر الحساس يعني. اي فيا ريت لو وديتنا بس زي ما بيقولوا فليفر كده عن انه ممكن ملامح هذه الاستراتيجيه تكون شنو يعني. والله ايوه نعم، شكرا شكرا على السؤال حقيقي، سؤال جميل جدا جدا. يعني زي ما انت ذكرت الان يعني التنوع هو يعني كثير جدا من المؤسسات، يعني حتى الان الانترناشونال كامبانيز تركز في انه تعين ناس من ثقافات مختلفه، لشان تقدر، لانه اي زول طريقه تفكيره اللي هو بيتكون من الباك جراوند بتاعته، فبالتالي وجود الشخص المختلف بطريقه مختلفه هو بيعتبر يعني واحده من مكاسب او واحده اللي هو من مظاهر الثراء. فبالتالي الان في دول كثيره جدا جدا، الان تركيا احنا قريبين فيها، تركيا دي الان استاذ سوفي يدرك ذلك تماما، يعني ما عندهم تنوع. يعني لما تم تاسيس الدوله تركيا، الجمهوريه التركيه الحديثه، اللي هو بنيت المبادئ اللي هو قوميه تركيا، الدين الاسلامي اللي هو، وعلمه الدوله، دي الاشياء الاساسيه بنت عليها الجمهوريه التركيه. فبالتالي كل اللي هو الثقافات المتنوعه جاءت دخلت من الدوله العثمانيه في تركيا كلها، تم اللي هو طمسة، وكلها اصبحت تركي تركي، اللي هو تركي دين ودين اسلامي، اذا كان اصلا هو طبعا ما كان في فصل دين الدوله، واصبحت اللي هو كلها ثقافه تركيه. الان اصبحوا يشوفوا المدن، الولايات، الولايه اكس مثلا عندها ثقافه محدده، يعملوا مثلا برامج اللي هو ثقافيه في العاصمه، ايام بتاعت اللي هو يقول لك التنوع التركي او اسحار التنوع التركي، تجي الولايه المحدده مثلا تعمل اللي هو الثقافه بتاعتها، الوجهات بتاعتها. لكن انت لما تجي من برا تنظر، تدخل اللي هو الاحتفال ده، وتشوف اكتشف الثقافه التركيه واختلاف التنوع الموجود في تركيا، بتلقى انه يعني كل حياه واحده، ما في اختلاف كبير، لانه في تشابه كبير جدا جدا. فالان كثير جدا جدا من الدول بتحاول يعني هي تحاول تطلع الاختلاف البسيط جدا التنوع الموجود. لكن النظرة اللي هو النظرة، نظرة المجتمع أو نظرة القادة السياسيين في البلد، هي لها دور كبير جدا جدا. التنوع الآن موجود في السودان، الناس بتنظر له نظرة يعني كأنه هو واحدة من المشاكل الآن موجودة في السودان. يعني الناس الآن بتفتكر إنه، في ناس بتقول لك إنه إحنا مفروض ننهي حاجة اسمها قبيلة في السودان. أنا في تقديري إنهاء القبيلة في السودان ما بعالج المشكلة، بل بيخلي السودان يفقد يعني عنصر أساسي كبير جدا جدا، يعني ثروة ثقافية كبيرة جدا السودان مفروض تستغلها بطريقة صحيحة. يعني احنا مفروض واحدة من الركائز الأساسية مفروض ركيزة اللي هو المحافظة على التنوع الموجود، لكن بطريقة اللي هو تخليه يتحول من نعمة زي ما انت ذكرتها اللي هو الأنعمة. يعني مثلا الآن السودان ده بتلقى الزول الشمال ثقافة مختلفة، بتلقى الزول في الغرب ثقافة مختلفة، في الوسط ثقافة مختلفة، كل ولاية وكل قبيلة يعني 465 قبيلة دي أو أكثر، دي كل قبيلة لها ثقافة مختلفة ولا لغة مختلفة ولا لهجة مختلفة. بالتالي إحنا مفروض يكون رؤية واضحة جدا جدا في إنه كيف نقدر نحافظ، دي الركيزة الأساسية، محافظة على التنوع الموجود في السودان، بنقله من نغمة زي ما أنت ذكرت اللي هو لنعمة. واحدة من الركائز الأساسية المفروض يتبني عليها برضو اللي هو قبول الآخر. يعني أنت برضو أيضا مفروض يكون عندنا اللي هو نشر الثقافه، يعني دوله التعليم برضو الاساس، برضو واحد من الركائز الاساسيه هو التعليم. احنا التعليم بتاعنا، نظام التعليم الان موجود في السودان ده، مفروض يتغير بطريقه انه يضع الشخص يضع في ذهنيه الشخص ومنه هو صغير حد انه التنوع ده وبر الاخر، التنوع ده نعمه على السودان المفروض تتم المحافظه عليه. يعني البني ادم ده ولد يعني تضبطه بالقوانين او تعلمه وهو صغير. احنا الان اصبح التنوع عندنا مشكله كبيره جدا في السودان، اصبحت فيه عنصريه ضد الاخر، كل شخص شايف نفسه هو صاحب البلد، في مشاكل في التنحرات حتى لو احيانا ما كانت واضحه، يعني بتلقاها سريه لكن بتكون موجوده في نفس الناس، وده طبعا ده خطير جدا جدا. فبالتالي احنا الان المفروض يكون عندنا ركيزه اساسيه التعليم اللي هو الناس ديل الشباب الصغار، المفروض يكون عندنا خطه واضحه تطلع قوانين رادعه جدا جدا تحارب النظره العنصريه، في نفس الوقت تدعم المحافظه على الثقافات الموجوده في السودان. اثنين برضه احنا المفروض نشكل النظام الاداري بتاعنا انه يساعد في المحافظه على التنوع، هذا برضه واحده من الاشياء الاساسيه المفروض نركز عليها.
ليه؟ يعني مثلا زمان الخدمه المدنيه في السودان هي كانت خدمه كانت قوميه، الان اصبحت ولائيه. يعني زمان زور الشماليه بيمشي بيشتغل في الغرب، بيعمل هناك، بيشتغل هناك، بيعيش مع الناس، في ناس تزوجت من هناك، اصبحت عندها يعني انتماء وجداني. زور الشمال بيكون انتماء وجداني زور الغرب، وفي نفس الوقت زور الغرب بيكون انتماء برضه زور الشمال وزور الشرق. بالتالي كان في تلاحم، كان في اللي هو يعني تعلق، الناس بتعرف بعض. لكن الجبال ذكرت الان لما الشخص يكون اصلا ما عنده اي خلفيه ان الزور بيكون في الشمال. يعني مثلا محتاج كثير جدا جدا في السودان ما مشت لها. فبالتالي احنا محتاجين يعني نكون نظام الاداري، التعليم اللي هو الناس تعرف بعض، ريحة الشباب من صغار نزرع فيهم الروح الوطنيه، وانه التنوع ده برضه يعني يكون واحده من الاشياء. وطبعا ده موضوع كبير جدا جدا، يعني الاستراتيجيه لما تتبني في اداره التنوع بيكون فيها جوانب، فيها تفاصيل كثيره جدا جدا بتضع على كل، زي اللي هو ماليزيا لما انشات كان في استراتيجيه اسمها اللي هو استراتيجيه النهضه الماليزيه. دور التاكسي انت لما تيجي تسرق قول لي دورك شنو، يكون عارف تفاصيله المفروض يعمل كذا كذا، يكون حافظ لوحه زي ما بقول السودانيين. بالتالي مؤسس الدوله، القوانين، التشريعات، التعليم، النظام الاداري، كلها المفروض تدخل في الاطار ده. المفروض كل مؤسسه وكل شخص وكل اللي هو جهه تعرف دورها شنو، في انه كيف تقدر تحارب القبيله. يعني الان انت اول ما تجي في قسم الشرطه اول حاجه يسالوك يقول لك قبيلتك شنو، يعني ما في دراسه علميه في السودان بتقول انه يا اخي القبيله الفلانيه بترتكب الجريمه الفلانيه، ما في كلام زي ده. فبالتالي انا يعني اسالك انت من قبيلتك شنو، احنا كنا استحضر كنا في ثالثه في تركيا، مشينا اجازه. لما نرجع في الاجازات بدون الدورات اللي هو تدريبيه، واحد من الدورات كنا في واحد من الاقسام في الخرطوم. فكنا بنملى اول ما الشخص يجي الشاكي يجي بنستقبل احنا الناس الدارسين الطلاب بتاع تركيا، بنملى البيانات، بعد ذلك بنرفعها للجهه بتمشي تكمل دورتها. فانا يعني من الاشياء الاساسيه كنت زعلان منها اللي هو القبيله، ما كنت بزعل الزور بشغلتها كده، بشوف باقي التفاصيل الاساسيه بمشي. كم استماره مشت بعد اسبوع 10 يوم الخط واحد مدير القسم قال الاستمارات دخلت منه، قام قال له واحد من طلاب الشرطه في الدورات دي، قام قال له ما بكتب، اتكلم عن الملازم قال له يا اخي ما بكتب القبيله مالوش زول ليه بشطبه، فاهم شنو؟ ايوه اتكلم الملازم جاني قال لي يا اخي انت ما بتكتب القبيله مالك، قلت له اكتب شنو؟ ما في دراسه بتقول انه القبيله الفلانيه في السودان بتكتب الجريمه. فانا يعني انا ليه اكتب القبيله؟ انا ما حاجه بتخصني. قال لي اكيد موجوده في الفرق، قلت له كانت موجوده، وجودها خاطئ. بعد شويه مش اكلم القسم، من القسم نادينا طبعا المهم وقفني وقال لي انت بتعمل كده؟ قلت والله سعادتك كده كده كده. المهم خليني كملت كلامي كله، قال لي يا اخي انا اوصيك انك انت بجانب انك بتدرس في القانون في تركيا هتتخرج تيجي ضابط، برضو علم لك مهنه ثانيه، كيف مهنه فران ولا حاجه ثانيه عشان لما تجي ما هتقعد في الشرطه كثير، هتنزل هتمشي تشتغل لك شغله ثانيه. قال لي كده، قال لي امشي. فيعني احنا يعني في اشياء بسيطه جدا احنا محتاجين نغيرها، يعني دي كلها اشياء مفروض الناس تغيره في الرؤيه واضحه عشان تقدر تحارب العنصريه الموجوده في السودان، وتقدر تدير التنوع ده بطريقه. في تجارب كثيره الان، يعني في تجارب اداره التنوع اللي هو في سياسات، فيها الان مجالات، مجال كامل تخصص كامل بيوريك انه كيف تقدر تغير المجتمع بتاعك انت. انا داير مثلا المجتمع السوداني ده بعد 20 سنه يكون في شكل فلاني، بخطط واضحه جدا جدا انت كتبتها عنها في الكتاب، انك انت كيف تقدر تغير المجتمع بتاعك ده بعد 20 سنه، تقدر خطه واضحه تقدر تغيره وتوصل مرحله فلانيه. احنا محتاجين خطه زي ده نقدر يعني بعد السودان ده، بعد المجتمع السوداني بعد 10 بعد 15 بعد 20 سنه، اولادنا احنا لما يصلوا المرحله دي يكون عندهم سودان يحترم التنوع وينظر للتنوع باعتباره هو واحده من مظاهر الثراء واحده من مظاهر الغنى. شكرا جزيلا على السؤال. تتمنى والله دكتور بس شفت حته القبيله دي. نعم يا دكتور. نعم انا هسه سبحان الله امبارح بالصدفه بتكلم مع زوجتي. نعم قلت لها الاولاد ديل اذا في زول سالهم من قبيلتهم وجو سالوك قول لهم نحن سودانيين بس. نعم اصلا قلت لها ما توريهم القبيله كله قول لهم نحن سودانيين. سبحان الله يعني دي كان بالصدفه. فانا تخيل لي نحن اي زول يبدا ببيته نعم ويبدا باولاده
نحاول نشيل الفهم ده تماما. نحن كلنا سودانيين، ما في حاجه اسمها ده قبيلته كده وده السلام عليكم كده. اذا قدرنا اتجاوزنا الحته دي بنقدر نتعايش مع بعض. عليكم السلام. عليكم السلام. صوتي مسموع يا شباب؟ سلام عليكم. معلش انا طلعت ودخلت بالموبايل. طبعا الكلام ده برضو ما صحيح يا طارق. ايوه دكتور، ايوه دكتور. يعني انا سمعت كلام الدكتور دكتور تيراب في موضوع القبيله ونحن طبعا الموضوع ده ساكن له لنا زمن. يعني عملنا قبل كده ديبيت مع مركز مناظرات السودان اللي بيعملوه الشباب، استضفناهم في تيدكس، وكان في ديبيت كامل عن استخدام القبيله او سؤال القبيله في الاوراق الثبوتيه، موجود في اليوتيوب، الناس ممكن تمشي تشوفه. الاثنين يعني طلاب الاثنين، واحد بتاع هندسه ولا وطالبه بتاع الصيدله، عملوا ديبيت في القصه دي. احنا مش مع ولا ضد، لكن انا رايح لكم لمرجع مهم جدا جدا اخوان. عندنا 13 حلقه من سايكولوجيه الزول السوداني، واستاذ محمد جمال الدين ده متخصص في الانثروبولوجي، ده تخصصه موضوع قرايه النفسيات دي. القبيله ما حتمشي في السودان، والطائفه ما حتمشي في السودان، ديل قاعدين. يعني بالعكس الاحتفاء بالتنوع، انه انا ده والله قبيلتي دي اكون فخور بها، لكن من غير ما تاثر على يعني الوظيفه في الدوله ولا اقصاء الاخر ولا كده. التنوع ده ما اول شيء اعترف بانه انا منو، انا هويتي شنو بتاع. بعد ذاك عندنا اللي هو الايماجين كوميونتي، الحلم الكبير. يعني انا عشت في امريكا فتره، الايماجين كوميونتي ده لما يقول لك ام امريكان دي الكلام انتهى، لكن انت عايل له زول شكله صيني، ام امريكان الكلام انتهى، عايل له شكله لاتيني. فنحن دايرين نخلق الجو الفوق ذاك، لكن هو بيورى بهناك عادي بيرجع بيتهم بيتكلم لغه صينيه ولا بيتكلم لاتيني ولا عربي ولا غيره. نحن دايرين بس الحته بتاعت المصلحه بتاعتنا كلنا كقبائل وشعوب. بعدين القبيله دي ذاتها برضو كما وضح الاستاذ محمد جوال الدين، هي ما قبيله، هي قبل الاتراك ديل ما يجوا داخلين الدوله العثمانيه، تيجي داخل السودان وتعمل فيه الحاجه سماها الناظر الكبرى بروفيسور جعفر مرغني، والقصص بتاع الدفتردار وغيره وغيره وغيره. ما كانت شعوب، شعوب. يعني استاذ محمد جلال الدين بيكرر الحته دي طوالي، انه لما تقول لي شايقيه ولا تقول لي الزاندي ولا دي الناس ولا دا ولا دارفور الفور، دي الناس كان سلطنه، عندهم العلم بتاعهم وعندهم اكيلهم وعندهم نشيدهم الوطني وعندهم الجيش بتاعهم وعندهم الى اخره. ده شعبي كامل. لما جاء الاستعمار قام سمانا قبائل واداها المدلول السلبي، وقام ميز جزء مننا اداه السلطه وقربوا له وبتاع، وجزء ثاني اقصاه. يعني وعنده بحث ثاني بتاع الحقيبه، حقيبه الفن، انه كيف حقيبه الفن دي كان لمحاربه الفنون بتاع شعوب السودان اللي هم مسميين قبائل السودان. الكلام ده مهم جدا الناس ترجع له. بالنسبه للموضوع بتاع صد النهضه، يوم السبت ان شاء الله في الباحثين السوداني احنا مستضيفين المفاوض رئيس وفد التفاوض في مفاوضات صد النهضه السوداني. ومن هنا يعني بنحيي الجهود بتاعت وزاره الري في انها تملك الراي العام وتعمل انجيجمنت لكل الناس انهم يكونوا موجودين بعض. انا السؤال بتاعي المهم يا دكتور تيراب، السيدي ضربنا لك تليفون قلنا لك يا دكتور تيراب يا اخي والله احنا شفنا المحاضره بتاعتك دي، وانت زول كاستراتيجيست في السكيورتي، زول ممتاز، تعال داير انك تمسك السودان ده، تدخل تلاقي الاستراتيجيه بتاعت الامن بتاعته، وكمان نديك الفرصه تو امبلمنت. يعني خدت الاستراتيجي وامبلمنت، ورينا القرارات 1 2 3 4. دايرين نسمع يا ريت. والله شوف انا يعني اتفق معاك، انا قبل ما اجيب على سؤالك انا يعني اتفق معاك في قصه انه هي المعنى الان مدينه للقبيله في السودان هو معنى سالب، فبالتالي ده بيأثر. يعني مثلا انت الان هذول بقول لك قبيلتك شنو، انت يعني طوالي عقلك بيمشي للجانب السلبي، انه يا اخي الزول ده عنصري او خلافه او خلافه او خلافه. ليه؟ لانه الممارسه او نظره الانسان شلون القبيله باسباب، يعني ممكن يكون اسباب كانت تاريخيه زي ما انت ذكرت، او اسباب سياسيه، اسباب ممارسه سياسيه في الـ في الـ في الـ في الـ البلد، يعني خلت النظره القبيله تكون نظره سلبيه. لكن احنا يعني انهاء القبيله في السودان حتى ولو كان في امكانيه انه تمشي، هو يعني خساره للسودان. لانه يا جماعه القبيله دي مش مجموعه من الناس، هي مكونات ثقافيه، هي عادات، هي تقاليد، وهي فيها جوانب ايجابيه كبيره جدا جدا. يعني في بعض القبائل في السودان عندها عادات وتقاليد وعندها يعني دي كلها حاجات ثرة المفروض الناس تقدر تحافظ عليها. فانت عشان تقدر تحافظ عليها لازم تغير نظره الناس للقبيله، تحافظ على القبيله في نفس الوقت، لكن زي ما ذكرت يكون عندك هدف كلي. لو هدف ده يراعي التنوع الموجود في السودان وما تشيل القبيله، القبيله تكون موجوده، لكن القبيله نظره الناس القبيله، اول زول لما يقول لك يا اخي انا من القبيله الفلانيه
يعني هو ما يكون هو شايف نفسه أفضل من الآخر، أو ما شايف نفسه هو بشكله أو بلونه أو بمكون الثقافي أو لأنه شكل شعره كده. يعني ده الآن الناس نزلت المعنى بتاع القبيلة معانا ضيقة جدا جدا، يعني معانا سطحية، شكلك أنت فلان، لونك فلان، شعرك فلان، يعني أشياء الإنسان تريك مدى سطحية نظرة الناس أو مدى إفقاد هو يعني تبو في إنه قبيلة تفوت معنا. أنا بختلف من إنه يا أخي أيوة إحنا كلنا سودانيين ده ما فيها مشكلة، المفروض نكون كلنا سودانيين، وده الحاجة المخرج الوحيدة بيمرق السودان من المازق الآن فيه، لكن في نفس الوقت المفروض نقدر نحافظ نشوف اللي هو الرؤية الواضحة إنك تقدر أنت تمشي مع تمشي كيف تقدر تحافظ على إرثك الثقافي ده. طيب بالنسبة للسؤال، والله طبعا يا دكتور يعني السودان ده فيه مشاكل كثيرة جدا جدا، أنا أما ذكرتها أنا الآن ذكرتها وقدمت الرؤية واضحة جدا جدا هنا في الكتاب. السودان الآن محتاج يعني وضع الاستراتيجية في عنده جوانب كثيرة جدا جدا، والناس يعني أنتم الناس دارسين الجانب الاستراتيجي بيكون عارفين يعني عنده جوانب كثيرة جدا جدا. أنت كيفية لازم أول حاجة يعني تقدر تشخص مشاكلك، أنت تقدر تشخص مشاكلك يعني بطريقة صحيحة عشان تقدر تبني فيها استراتيجية. بعدين برضو بناء الاستراتيجيات هو ما الشخص بيبنيها أو بالشخص، أنت محتاج الآن لرؤية أو محتاج لتيم وورك عشان تقدر يعني تقدر. يعني أنا كون أقول لك الآن 1 2 3 4 أنا بكون حاجة. طيب يا يعني دكتور هاي عشان شنو؟ عشان برضو ما بيقولوا ما نغرق في فنجان. حلمك الشخصي أنت كزول بروفيشنال في الاستراتيجي والسيكوريتي، نعم، حلمك الشخصي إنه يحصل شنو؟ يعني لكن حلم يكون قابل للتطبيق يعني سمارت. والله أنا حلم أول حاجة السودان قبل كل شيء المشاكل أنا ذكرتها دي اللي هو المشاكل البسيطة الآن موجودة في السودان، أنا ذكرتها دي المشاكل الجذرية دي المفروض تحل. وإحنا محتاجين الآن حلمين إنه تجي قيادة سياسية واعية مقدمة مصلحة البلد في السودان، قيادة سياسية اللي هي مصلحتها الأساسية مصلحة البلد والخروج من البلد دي من المأزق الموجود فيه. وزي ما أنا ذكرت السودان هو محتاج الآن لأشياء كثيرة جدا جدا، مشاكل بسيطة جدا بسيطة جدا جدا، محتاج القيادة السياسية تمشي قدام. أنا أتمنى إنه السودان ده يعني الآن تجي قيادة سياسية اللي هو بالشباب الآن موجودين، هدفه الأساسي إخراج السودان ده من المأزق فيه وتقدم المصلحة السودانية. ما محتاج كثير السودان، أنا أتأكد خلال 5 سنين السودان ممكن يصل يتغير تماما. الناس أنا متأكد وقتها إحنا نتكلم عن مشاكل مختلفة تماما من المشاكل الآن بنتكلم الناس. نعم طبعا انا خريج كوريا الجنوبيه وهي برضو يعني من دول البريك وهو فيها تركيا وفيها بتاع وناس برضو مجموعه ال20 والى اخره. فاعتقد انه احنا الغائب عن السياسيين في السودان هو الخيال، ما في خيال بحلم وطني، يعني ما في سياسي الليله في السودان الا من رحم ربي، انا ما بقدر اتكلم لكن دي الحاجه شايفها قدامي في ال42 سنه اللي عشتهم في الدنيا دي. ما في سياسي بيتكلم على انه والله احنا المفروض نكون قاعدين في المريخ، نكون احنا والله الناس الاوائل في المريخ، ولا احنا ندعم العالم ده كله، ولا احنا نكون الهب بتاع التجاره في شمال شرق افريقيا ولا في دول الصحراء اللي هو سب سهران افريكا ولا كده. دي الحته دي ما فيش، الناس كلها شغاله برزق اليوم باليوم، واي زول لانه بيقوم بيجيبوه او معظم الناس انه احنا باحثين ما منعمم يعني زول بيجيبوه في الموقع إلا من رحب ربي بيكون هو أصلا ما مؤهل للموقع، فبالتالي ما داير يصرف فيه زمن كثير بتاع استراتيجية وخطط بتاع. أنا في قصة حكى لي واحد يعني موثقة في وزارة من الوزارات ده أيام النظام البائد، قال لي يا أخي في زول عينه يعني وزير ولا حاجة زي دي في وزارة، وعنده زميله كان يشتغل معاه، وزميله زول شغيل جدا وزول يعني بيعمل خطط وكده، كان واحد أخصاه الزول اللي قبله الوزير اللي قبله هنا أخصاه وداه الأطراف بعده من المركز. فلما انتجى بيقى وزير ده صاحبه طبعا قام رسل له وقال له يا فلان يا أخي تعرفني أنا بعرف الوزارة دي in and out وبعرف وعملت الخطة الفلانية وعملت الورقة الفلانية وكده. فيا أخي عليك الله يعني أشوف لي طريقة. قال له اسمع بتعرف وين بتتاكل القصة دي؟ يعني ناكل كيف سريع لأنه أنا ما قاعد هنا في الحتة دي كتير، زي ما أنا ده قبلي جالو كمان البعدي حيجي بسرعة. فلو انت زول فهلوي وخطير وبتعرف القصة بتتاكل من وين، عطاءاته وين وكمبيشناته وين، أنا بجيبك أكسر الليلة قبل بكرة. فالشاهد في الموضوع في برضو الإحساس بتاع 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 عدم الاستقرار السياسي، وإنه أنا لو جيت في الموقع ده يعني ناسي الإحساس بتاع إنه الناس قاعدة في فترة انتقالية
وسمعنا اكثر من مره انه رئيس الوزراء حمدوك قدم استقاله، هم افتكروا عدم مسؤوليه. ليه يا اخي؟ انت يا قاعد تقاتل للنهايه، تموت موت، تدق حبيبتي، تكفت البرهان، المهم دي مسؤوليتك ولا تستغل. لكن تقعد تروح لي كل مره ترفع لي وريك كده بتاعت الاستقاله، والله انت ما احسن من اي زول ثاني حايم في الشارع ده قاعد يقاتل، قاعد اصي في صف الرغيف ولا صف البنزين ولا. انا احنا الاحساس ده بتاعين والله this is ours، الاحساس بتاع ده حقنا ان احنا نقاتل للنهايه، دي اظن عندنا فيها مشكله كبيره جدا جدا. والحد اللي انا ما كوننا طبعا دوله بتاعت مواطنه نحلم بها كلنا، يكون والله امنا ده من لو حصلت حاجه في دارفور دي تقوم تطلع لها مظاهره في بور السودان، وحاجه في كسلا تطلع لها مظاهره في دنقل وكده، دي لسه ما حصلت. فالحد الوقت ذاك يا دكتور لازم نقوم بمبادرات. يعني الباحثين السودانيين دي والله اغلى من بدينا برؤيه قبل 10 سنوات، بس داخلين في السنه 11. الرؤيه بتاعتنا انه يا اخي المجتمع السوداني يفترض انه يرتكز على العلم والبحث العلمي والتفكير العلمي قبل ما نجي نفتي في الحاجات، نشوف هل في حاجه بحثت، هل في بحث يتنشر، وينو البحث ده نشوفه، دارين نعمل اي حاجه ثاني نطور ولا بتاع، وبعد ذاك ناخذ قرارنا. لكن حكايه انه والله يا اخي انا في تقديري والزول ده انا شكله ما عاجبني وشكله كده كوز ولا شكله غرابي ولا شكله شمالي ولا الكلام ده لازم ينتهي. بالطريقه دي والله يا اخي قدرنا نحشد يعني ناس في 10 سنوات بقينا زي 600,000. قول لو فينا 1000 نفر واعين، قبل 10 سنوات ما كان في 1000 نفر واعين. فشنو المبادره اللي ممكن تقدمها؟ دي برضه واحده من الحاجات اللي بتحسها لها الناس في السيمينارات. شنو المبادره ممكن تقدمها ونحن ناخذها معك، كلنا نشتغل معك تيم وورك عشان تتنفس في السودان، عشان ما نبقى ناس عن اشواق وامنيات بس. تفضل. والله طيب، هو طبعا دكتور انت قبل ذكرت حته مهمه انه قلت في مشكله في الخيال، السودان ما عندهم خيال. طيب يعني انا دار اقول انك انت هو الخيال ذاته ما يعني شكله بيكون على خلفيه الزول. يعني انا مثلا ترد انا ما كنت قبل ما اجي تركيا وقبل ما اجي، اذا قلت لك تخيل انك انت يعني كنت في دارفور هناك، وكنت اللي هو عايش في دارفور في الغارية بتاعتنا ومع البقر وأسرح وزراعة بتاعتنا اللي هو المجتمع بتاعي الضيق ده، لو قلت لك تخيل انك يعني انك تخيل انك تخيلك 100 وكذا بتكون ظلمتنا، تكون انت عايش نفسك. فاحنا السياسيين اصلا عندنا اختيار زي ما انت ذكرتها، يعني ما هو ما اصلا ما بيقدر يتخيل، لانه هو اصلا يعني ما الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني أنت ممكن تطلب لك من زول أصلاً هو ما عارف العالم ده فيه شنو، ومرة ما طلع من العالم دي بس جاب يجي وزير أو جاب يجي مسؤول في مؤسسة بس بناء على اللي هو انتمائه الغبلي أو الانتمائه الحزبي. أنت ممكن ما تنتظر منه يتخيل لا خيال إنه السودان ده بعد 30 سنة يكون كذا، يكون فيه خدمات، يكون كذا، يكون فيه المواصلات، لأنه أصلاً هو ما شافها. فأنت بتكون ظلمته هو في نفس الوقت، أنت بتكون خشيت نفسك. فبالتالي إحنا محتاجين للمراية إنه كيف نضع الشخص المناسب في المكان المناسب؟ اثنين، الآن إذا أنا تربى يعني جيت تعينت في أي وزارة من الوزارات أو في أي مؤسسة من المؤسسات، جيت في أي موقع، أنا جيت هنا لأنه بس بنتمي القبيلة X، أنا بالنسبة لي ما بحق بقدر إن كان بس إنه أخلي القبيلة دي هي أهم حاجة، لأنه هي جابتني هنا. أول حاجة هي من دسرت، انا ما انا بفقد موقعي في الحته دي، بفقد موقعي. في بالتالي احنا لازم نحافظ على القبيله. مؤسسين وموظفين الان في السودان 30% اكثر منهم كل بنينا الكلام ده، انه بيجي بقعد في حته الفتره الاخيره بيجي بس انه من حزب فلاني او لانه هو من القبيله الفلانيه. فبالتالي هو لازم يحافظ على القبيله ان تكون هي الاساس، ما بهمه انه يحصل شنو وما. لا، القبيله تكون اساس، لانه ما بيفكر لك انه يجيب استراتيجيه او يقدم خدمات شنو هي جل شنو. لا، هو جاء لانه بتتبع القبيله الفلانيه، فبالتالي هو لازم يحافظ على القبيله، واللي طالما حافظ على القبيله قدم استراتيجيه ما قدم استراتيجيه، اما السبع زمته ما في زي بالضبط، لانه هو القبيله اجابت هنا. طيب بالنسبه للمبادره، والله زي ما انت ذكرت، يعني انا بفتكر انه منصه الباحثين السودانيين دي هي منصه اساسيه، وانا افتكر انه يعني السودان ده في كثير جدا جدا، وانتم استضفتوا ناس كتار يعني وناس خبرة في مجالاتهم، لكن احنا محتاجين انه الناس دي يعني كلامنا ما يكون فقط كلام في اللي هو في كلام اونلاين ومحاضره والمضيد. احنا محتاجين نجمع الناس دي، انا مثلا تركيا فيها فلان وفلان وفلان، ولا الناس بتخصم فلان وفلان، نكون اللي هو جسم يجمع الناس دي كلها، جسم يكون بحثي، جسم يكون له دور، يكون نشط. يعني ايوه، هنا دي منصه
بيكون فيها ناس والله من كل الناس وخلافه، لكن احنا محتاجين الناس ننظم نفسنا. عندنا مشكله في التنظيم، يعني تلقى السودانيين في كل الحته لما تكون مراهم في حتات مختلفه تلقاهم كلهم ناس مبرزين وناس ناجحين وناس، لكن لما تجي تجمعهم في جسم تلقى فيه بتصحر فيه مشاكل. احنا عندنا مشكله في تنظيم نفسنا، والتنظيم اساس النجاح. انت طالما ما نظمت نفسك ما تقدر تنجح. احنا محتاجين الناس الموجودين عندكم ابركم انتم، يعني منصتكم ذات قلت لكم 11 سنه تجربه طويله جدا جدا، وعارفين كل الناس في كل دول العالم. وانا اتمنى انه يكون في جسم مع الناس المتخصصين في الافرع المختلفه والمجالات المختلفه، والناس تتحرك مع بعض، يعني تقدم مبادرات، تكتب تقارير كذا، يعني تكون في، ما نطلع من المجال الاكاديمي، نمشي في المجال الاكاديمي، لكن يكون في تقارير مباشره تغطي القضايا الحقيقيه في السودان، تقدم رؤى مختلفه. تمام. طيب انا بدي اقترح لك مبادره وان شاء الله تتبناها. المبادره انه والله يا اخي انت تقوم تستضيف لنا مثلا زملائك في المجال في الدول الثانيه من السودانيين المبرزين في مجالاتهم زي حضرتك، وتكون سلسله بتاع سيمينارات حول الامن القومي السوداني. وانت اسمك تناولت القصه بتاع تركيا، في ناس ممكن يتناولوا بتاع كوريا، في ناس يتناولوا اليابان، ناس يتناولوا السعوديه الى اخره، كل زول من حتته عشان ما نكون برضو جنرال. فالجروب ده النواة بتاعت الاستراتيجية والأمن القومي دي تقوم تقود المجموعة، رأيك شنو؟ جدا ما في مشكلة، نقعد وإن شاء الله نتواصل في الخاص ونقعد نتكلم إن شاء الله، ما في مشكلة. يعني أي حاجة بتقدم البلد، أي حاجة بتودي البلد لقدام، دي مسؤولية في أكتافنا. يعني الزول أصلا بيتردد في إنه يعملها ولا بجيب فيها. يعني الله يكتر خيرك يا دكتور، يا كتر خيرك، أنا أتيح المجال للشباب، الله يديك العافية. الله يسلمك. كلامكم جميل يا دكاترة، الواحد عنده كم سؤال كده لكن يسكت بس. تفضل يا حبيبي. والله كلام او تعليقين على كلام ممتاز. اي لو سمحت تفضل. لما اتكلمت انه مساله الخيال يا دكتور، ان عندنا مشكله في الخيال او هدف مشترك لنا كسودانيين، كلامك ده ذكرني بكلام بروف ابو صالح يتكلم عن الحلم الوطني. طيب كتجربة نحن خضناها أو أنت ذات خطة في تركيا، لو لاحظت في المؤسسات التركية أو الشعب التركي في حاجة واحدة بتجمعهم، اللي هو أي زول زار تركيا أو تعرف من تركيا، اللي هو بعرف الاسطنبول بتاع التمثال أو الهيكل المصري بتاع أتاتورك والعلم. نعم. الحاجة دي أو ده ما هو كخيال بالنسبة أو هدف بالنسبة للأتراك أو في احتفالاتهم الوطنية، لو لاحظت الأتراك احتفالاتهم الوطنية تكاد تكون مقدسة أكثر من الاحتفالات الدينية يعني نوعا ما. نعم. في السودان هل في نظرك إذا لقينا سامبل كرمز، ما شرط تكون شخصية، ما شرط أن أي شعار، هل ده ممكن يؤدي أو يساهم أن الشعب السوداني يتوحد أو يفهم أن الوحدة هو التنوع اللي فيه؟ والتعقيب الثاني على الفكرة بتاعة الدراسات الاستراتيجية اللي بتخص السودان من كل النواحي، أنا تقريبا مريت أو عندي معرفة بثلاثة تجارب، تجربة سودان 200 أو سودان 200 عمالة أستاذ أحمد جمال الدين أتذكر ورانور قبل شوية عن الباحث بتاع الدراسات الاجتماعية، عنده مشروع كان سماه سودان 200، فكرة إنه السودان ده لحد 2020 أحسن لأنها فيها دي عمر 200 سنة باعتبار إنه يتكون جديد نسبيا في 1820، عنده خطط ورؤى، وكان عمل صفحة في الويب سايت وكتب مقالات كثيرة جدا في دانيز أونلاين وكلامنا. في فكرة تانية بتاعت البروف أبو صالح برضو، عنده فكرة تقريبا اسمها سودان الحلم الوطني 2040 تقريبا، برضو عنده خطط وعمل فيها فيديوهات جميلة. في فكرة ثالثة أنا لقيتها في الأستاذ جامع اسمه شريف مصطفى، شريف تقريبا في أمريكا، سماها سودان فيجن 2030، كان SDGs كده. المبادرات زي دي لو اول مبادره حتى طرح عليك، معلش يا وفي انا بس حاضيف لك حته مهمه عشان برضه ندي الكريديت للناس الشغالين والمجتهدين، ناس حزبي بناء السودان عندهم رؤيه وطنيه برضه حقه تشوفها. استاذ وائل، ايوه تقريبا وائل عمر عبدين، ايوه برضه مبادره جميله جدا في بريطانيا، استاذ وائل عنده فكره زي دي. المبادرات زي دي مع الفكره اللي هسه طرحها دكتور انور دكتور، نعم المشكله يعني تكاد تكون انه بعد مشكلتنا هنا ما مشكله مبادرات صح كشعب سوداني او كباحثين او كمهتمين، مشكله زي ما انت ذكرت بتاع التنسيق بتاع الجهود او توحيد رؤى بس في حته واحده. يعني تقريبا تقريبا دكتور وليد ماجد برضه عنده فكره سماها 260 2060 تقريبا، او بعد 100 سنه من استقلال السودان شكلها حيكون كيف 2056 تقريبا،
ما عارفه ما شافيها قدام، لكن الافكار والرؤى دي تقريبا تكاد تدور حول نفس المشكله، لكن ناقصه التوحيد، توحيد الرؤى والعمل المشترك. هاي تعقيبه بس للنقطتين. طيب شكرا جزيلا اخونا استاذ صوفي. طيب انا في رايي يعني الان السودانيين اذا نظرت الان جبت اي تاريخ الان خلاص احنا الان وصلنا مرحله قلنا لك الان تصنع عليك شخصيه كل السودانيين التفوا حول هذا اصبح صعب جدا جدا. الان اذا نظرت كل الشخصيات التاريخيه الان انت ممكن يعني تجمع الاتراك الان اي حزب جاء تركيا بيكون بيحرص انه يحافظ على اتاتورك، انه يحترم اتاتورك في كل خطاباته السياسيه، خطاباته الجماهيريه انه يركز انه اتاتورك ده يكون خط احمر ما في زول يتقدم. ليه؟ لان اتاتورك بيحاول الانظمه السياسيه في تركيا بتصنع لاتاتورك شخصيه كل الناس اللي تلتف حولها. اول ما ضاقت الطرق الناس بترجع لاتاتورك. طيب الان الكلام فرصه موجوده في السودان، السودان ده الان جاب ترم اي شخصيه، ترى اي شخصيه الان مره تترى السودان انه في نظره. اذا ده بين نظره اخر بيكون نظره. بالتالي الان محتاجين دي الان اصبحت فرصه ضعيفه. احنا الان في تقديري محتاجين يعني لدولة قانون ومواطنة، يعني محتاجين لناس البلد دي يعني يتم وضع قانون يتم احترامه من كل الأطراف، يكون فيه اللي هو نظام رادي جدا جدا لا يجرؤ ضد القانون، عشان تقدر تشكل مجتمع سوداني يحافظ على النظام بتاعه، يحافظ على الدولة السودانية بتنوع التنوع الغائم الآن موجود. في تقدير الآن صعب جدا إنك تقدر يعني تبني نموذج من أتراك تفعله. بالمقابل محتاج لتربيه وطنيه، يعني محتاج انه تربي الاجيال الجديده الناشئه دي انه يا اخي العلم السوداني ده اول الوطن ده خط احمر. يعني انت ممكن تقول لي اي كلام، لكن الان بتلقى شخص متعلم في السودان يجي يقول لي اللي نعرف السودان، السودان عمل لي شنو؟ يعني السودان ما ممكن اعمل لك حاجه، انت عملت للسودان شنو؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا، عندنا خلل كبير جدا جدا في التربيه الوطنيه. الناس ما عارف الوطن انه خط احمر، يعني ما عارف انك انت المفروض تقدم للوطن مش الوطن يقدم لك. عندنا مشكله كبيره جدا في فهم الوطن، فهم القوميه، عندنا مشكله يعني في اشياء محتاجه مراجعه، دي محتاجين نعالجها بالتعليم. الناس اللي قايمه جداد، الناس الان اصلا شخصيات تكونات ونصبات اللي هو ديل رجلنا ده لهم قانون رادي يردع كل شخص خط الحمراء. ده جانب. الجانب الثاني المبادرات مهمه جدا جدا، لكن المبادرات ما لم تكون عندها اللي هو مقابل او ما لم تخاطب القضايا الاساسيه ما بكون عندها يعني ما بكون عندها وجود، ما بكون عندها تاثير. يعني انا قريت بعض المبادرات اللي تذكرتوها دي، هي يعني رؤيه جميله جدا جدا، لكن احنا الان يعني نتكلم عن اساسيات الاشياء، اساسيات الاشياء. الكلام المبادر اللي احنا الان بيضع السودانيين وبيضع اللي هو العلماء السودانيين دي كان دكتور وليد او خلافه تأثيرها شنو في المجتمع؟ يعني أنت الآن أنا شايف ترى في السودان دي تكلمنا عن مبادرة السودان، تكلمنا عن أشياء بسيطة، ثم أنت ما أصلاً هو ما عارف لك، هو الآن قضايا الأساسية إنه هو يأكل شنو يشرب شنو. تجد السياسة أصلاً ما عنده يعني ما عنده رؤية وما عنده أصلاً يعني طموح إنه يتقدم بالبلد. همه الأساسي بيته، همه الأساسي حزبه وشخصه. زي ما ذكرت اللي هو النموذج ذكر قبل شوية أخونا دكتور أنور، هذا نموذج واضح جدا جدا. هو ذلك يشتغل سنة، أنا قبل كده عندنا زميلنا كان هو بعرفه أنا غلطة قريبة جدا جدا في اتحاد الطلاب، اتحاد الطلاب السودانيين، بنتونس معه وقال لي يا أخي النيل ده أنا بعرفه عينوه مدير عينوه رئيس اتحاد الطلاب السودانيين، قال لي يا أخي لو قدر في الفترة دي مركله بمليار يكون معه تمام. ده الكلام اللي قال لي. أنا أتخيل إنه الزول ده حمله، والزول ده كان إذا النظام ما تغير نظام ده مشى، انا متاكد كان الليله ممكن يكون مؤتمر وممكن يكون مسؤول في هذه المستويات. فشوف انه ده طريقه تفكير السياسيين. يا جماعه اي مبادره ما لم يكون عندها دعم سياسي، دعم مجتمعي، ناس يحافظوا عليها وناس اللي هو باور، سواء كان اللي هو معروف باور في الدوله، زول يتبناها عنده باور يتامل انه يحركها، ما بتكون ناجحه، ما بتنجح. بنفس القدر انت ممكن تضع سياسات واضحه، يعني ما من الدولة ما بتمشي قدام. ليه؟ لأنه ما استصحبت معاك التركيبة بتاعتك أو القضايا الأساسية للمكون المجتمعي بتاعك. يعني مثلا خرطوم دي فترة من الفترات كان يتذكر جابوا ثلاثة الوساخة دي، الخرطوم دي كلها عملوها اسمه شنو؟ عملوها ثلاثة وساخة عشان الشخص يضع لا مؤاخذة الزبالة بتاعته والبلد تكون نظيفة. أما حصل أي تغيير في مسار الخرطوم
بعد سنه الاشياء اتكسرت والخرطوم كانت اوسخ من زمان. ليه؟ لانك انت ما زولك ده المفروض هو يشيل الوساخه بتاعته دي جدان في السله، انت ما وريت انه يا اخي جد الوساخه دي في الشارع هو جريمه. في دول عشان تقدر تغير الكلام ده ما اكل اللبان قانونيا، اذا انت اكلت لبان بتحاسب، ما تستخدم الاكياس، يعني قوانين بسيطه جدا جدا في جزء يقول لك يا اخي ده قانون ما يندمان. لكن انت لما ترجع للخلفيه القانون بتلقى انه كان في مشكله اساسيه محتاج ان قانون تنزل للمستوى ده عشان تضع قانون بالشكل عشان تعالج المشكله. بالتالي لازم انت تصحح معك تركيب مجتمعك، تصحح معك القضايا الاساسيه عشان تقدر تنجح تنجح بالمبادره بتاعتك. اذروايز بتكون مبادرات، بتكون ورق، بتكون رؤيه، ممكن تكون متكامله، ممكن تكون جميله جدا جدا، لكن ما بكون عندها اي وجود. فانا افتكر انه احنا محتاجين لقياده سياسيه تتبنى المبادرات، تكون ضروريه. يا دكتور اوفي، يا دكتور انور، يا دكتور احمد المكتبة، يا استاذ انتصار، تعالوا انت عندك مبادره، تعال جيب مبادرتك. شنو انت عندك؟ فول باور، نفذ، تدعمك ماليا واقتصاديا، واقتصاديا تدعمك سياسيا عشان تقدر تنجح. لكن نظر وايز انا افتكر انه المبادرات دي محتاجه لقياده سياسيه، محتاجه لرؤيه سياسيه، لاراده سياسيه تتبناها عشان تمشي قدام. شكرا جزيلا. نعم جميل. محمد المكتبة اتفضل، الميكروفون فاضي، عندك سؤال. طيب السلام عليكم. شكرا لدكتور تيراب ولجروبكم لمشاركة الدورة دي أو لمشاركة المحاضرة دي. أنا بس عندي تعقيب بسيط ده أتكلم فيه، اللي هو النقطة بتاعت إنه أنا بشوف إنه السودان مشكلته الأساسية هي المشكلة بتاعت قائد، عدم وجود قائد يدي رؤية. الرؤية دي تقدر يعني بعد ذلك تترجم في شكل تربية وطنية تخلق الهوية السودانية. إحنا إلى الآن يعني الذهنية بتاعتنا أو الذهنية بتاعت الشعب السوداني إلى الآن هي الذهنية بتاعت البدوي، زي ما قال دكتور نور حمد، يعني الذهنية بتاعت إنه أنا والله بنظف بيتي وبره ما عندي شغلة بالبيت، زي ما ضرب المثال دكتور تيرب، تمام، بعين لمحيطي القريب، ما عندي رؤية شاملة لمحيطي الكامل، تمام. فوجود القائد والكلام ده الترجمة فاكتر من بلد، من ضمنها يمكن دكتور وافي دكتور تيراب بتركيا، يعني وجود القائد أدى رؤية، بعد الناس قدرت تبني حوالين ولغاية ما قدر إنه يكون في دولة، يعني وجود هدف، وضعوا القائد ده ووضعوا القائد قدر إنه يكون لنا هوية. الحاجة دي يعني ما في في السودان حاليا. أنت ما عندك قائد، عندك كمية من المبادرات، المبادرات دي ما مشكلتها عدم العمل المشترك، لأن المبادرات دي كلها لو بقت مع بعض، يعني أنت أسأل لنا عندك مثلا قوى الحرية والتغيير دي قدرت إنها تجمع طيف واسع من ال من ال من الرؤى السياسية المختلفة، يعني فهي ما المشكلة العمل المشترك، تمام. المشكلة إنه يكون عندك الحشد الكافي إنه أنت تطبق العمل المشترك، تمام، وإنه الحشد بتاعك ده يقدر يصل للأطراف، وإلا أنت هتقوم تصطدم بنفس المشكلة اللي واجهها مثلا القصة المعروفة بتاع الجفارة، إنه بلغ الراعي الغنم، بلغ عليه لأنه قال له يا أخي أنا ما إنه البنادق بتاعته بتخوف الغنم بتاعي، يعني ما أفكر في الرؤية الكبيرة لأنه ما قدر إنه في اللحظة دي إنه يحشد راعي الغنم، يعني فدي الحاجة المافياسي. شكرا لكم يا شباب. معليش أنا بس أدوني فرصة، لأنه أنا شايف السؤال بتاع البديل منه ده شايفه لاف في كده في الأفق، وده كلام ما كويس. إحنا لازم يكون عندنا الصيغة الكافية كشباب وكسودانيين وكمتعلمين وكده في إنه نطرح نفسنا ورؤانا حتى لو كانت صغيرة، لكن الطبيعة لا تقبل الفراغ. لو أنت قلت يا أخي والله نحن دارين قائد ملهم ونحن عاوزين قائد كاريزمي ونحن، معناه شنو؟ انت بتتكلم بعقلك الباطن انه والله ما في القائد ده، او ده ما انت. فنحن دايرين نحس بالمسؤوليه ونستشعر. انا قبل كده بادرت قلت انا دار ابقى رئيس الجمهوريه، والله يا اخي ما مؤهل، ما لكن قدمت قدر اللي بقدر اقدمه. اها ما دايرين، طيب شوفوا زول ثاني، شوفوا دكتور تيراب، شوفوا الى اخره. الكلام ده مهم جدا جدا، لانه واحده من الحاجات الفينا الواضحه، السمات الواضحه سي في انه في عدم ثقه. ان احنا في قاده كتاب صديق المهدي ده لما كان رئيس وزراء السودان، والمره اصغر من يعني اصغر من عمري انا اسي،
فجابته قبيلته جابته طائفته، لكن المهم انه اخذ الفرصه في الوقت ده. احنا برضه لازم من خيارنا يكون فيه والله يا اخي القياده والثقه بالنفس وكده تكون جزء منها. الزول يتكلم بأونرشيب، انا والله هعمل مبادره عشان المبادره تغير كده، حصل ما حصل لكن انت دخلت المبادره وامتلكت القصه. دي حته مهمه انا بس حبيت انبه لها. والله يا دكتور انور. نعم تفضل نعم سامعك. تفضل. انا والله يا دكتور بس شفت انا عندي حته مهمه جدا يا جماعه. احنا لما نتقدم زول ويكون دار يقود وعنده جزء من المقدرات القياديه ما حيجينا قائد كامل، دي حاجه نخطها في بالنا. يعني ما ممكن يجي زول يجي فوق نحن نردمه يا اخي، نردمه ونكسر مقاديفه كويس. نحن لا يعجبنا العجب ولا الصيام في رجب، نحن ذاتنا المفروض نتعلم ثقافه انه يكون شعبي قابل للانقياد. يعني نص الصينيين دي اللي عندهم القائد ده لما يقول يمين خلاص كلهم بيمشوا يمين، ببروفيسوراتهم بدكاترتهم، حتى لو انت افهم منه. ليه؟ لانه الشتره بتبقى صعبه جدا من الغايب، بتخلق التمرد وبتخلق الحاجات زي دي. انا عندي تجربه، انا كنت شغال في الاتش ار، وبعد ذاك لما انفتحت وظيفه في البلانينج قدمت فيها وشالوني، وكان في ميتنج وكنا بنناقش في حاجه. انا اس البلانينج طلعنا من المكتب برؤيه معينه، وجاو وكان عندنا زول الماسك الشغل بتاع الورك بروجرام بادجت سكشن هيد صيني نحن تبعه يعني. فأثناء الاجتماع أنا قلت رؤية مختلفة من الرؤية بتاعت الإدارة. تخيل بعد الاجتماع ما تكلم معي في أثناء الاجتماع ولا غارتني. بعد الاجتماع جداني درس قال لي نحن هنا لما نطلع برؤية معينة لو عندك حاجة قال لي إلا تجي تقول لي تاني بعد الاجتماع، لكن قال لي نحن الخط اللي بنقوله بنمشي به وبرده كله نحن بنتبعه زي ما هو، ما في قال لي بعدنا بدينا التنفيذ تاني ومع الناس التانيين وناس إدارات تانية أنت تجي تقول كلام نشاذ. وحتى انا بعد ذاك عرفت انه الكلام ده في ثقافتهم يعني، وبالتالي هم شعب قابل للانقياد وبيدعم الغايد حتى لو في خلل وغيره بيصحح داخليا، لكن ما في جلد للغايد وانتقاد له في الخارج وكده. فده جانب نحن انا ما عارف الحياه دي نتعلمها ولا شنو ولا غيره ولا غيره. وبرضه يا دكتور انور انا عندي حساسيه من سؤال القبيله ده والله، بالرغم ان انا تربيت في سكر سينار، اتربيت في مجتمع فيه كل القبائل، لدرجه انه انا لما وصلت انا بقيت في الثانوي انا بقيت الزول لو عينت له بعرفه انه الزول ده فوراوي زغاوي نوباوي مسلاتي بس من دمه قبل ما يتكلم، لانه عشت في بيئه فيها شكل التنوع ده. بعد ذاك لما جيت الجامعه وجيت غيره بقيت ما بقبل انه زول يسالني قبيله ولا غيره، حتى ما برود ذاته. اول معاينه انا نزلتها في حياتي نزلتها في التصنيع الحربي وعملوا لنا الامتحان، وفي الامتحان جبته ممتاز، كان دارين اقتصاديين. لما جينا الاستماره بتاعت المعاينه نهايه عين سالوني من القبيله طوال، عرفت انه الحته دي ما حاشتغل فيها. عندي صاحبي بنفس الطريقه نزل معاينه في بنك مرموق ما حاذكر اسمه، ولما جاء المعاينه النهائيه سي او ساله قال له يا اخي انت قبيلتك شنو؟ قال لي انت دار بقبيلتي شنو؟ انا سوداني. وفي النهايه اخذوه عينوه، لكن نصه قال لي يا بيت اوريه قبيلتي كله. فانا انا انا غايته هي قد تكون وجهه نظر شخصيه ممكن هي هل بتتعارض مع انه انا حافظ على قبيلتي، يعني كونه انا ما اقول هل انا محيتها ولا شنو؟ فده برضه سؤال يعني نحن كيف الوزنه بين انه انا حافظ على التنوع ده وفي نفس الوقت اخليه مصدر قوه، دي كيف؟ كلام ده طوال تمشي للقراي بس قاعد يكتب في المناهج اللي حيقروها اولادنا وبناتنا. الزول ده قال يا اخواننا تعالوا ورونا انتوا اولياء امور وانتوا اصحاب المصلحه وبتاع، تعالوا ورونا انتوا دارين شنو في المنهج ده. الحته المفروض نمشي نناقش فيها القصه بتاعت اولادنا هيتربوا كيف، لانه المدرسه دي هيقعدوا فيها زمن اكثر من البيت. نعم والله تعرف يا دكتور طايق انا ما اعرف، لكن انا يعني افتكر انه سؤال القبيله ذاته في يعني المفروض تكون في حتات محدده، اي حاجه لا علاقه بالثقافه لا علاقه اللي هو بالجلسه الثقافي للبلد، يعني ما في قضايا انك انت يعني تذكر قبيلتك او خلافه، لانه زي ما انا ذكرت القبيله دي هي مش فقط افراد بس انا قبيله فلانيه بس، لا هي اشياء كثيره جدا جدا يعني. لكن المعنى المحمل للقبيله هو اللي خلى الناس في السودان ينظر القبيله بنظره سلبيه جدا جدا. يعني مثلا اذا اشتغل في التصنيع الحربي انه سالك من قبيلتك لشنو؟ يعني هل القبيله الفلانيه هم اذكياء اكثر باقي الناس عشان يسالك؟ او اذا شغال في البنك يعني يسالك من قبيلتك لشنو يعني؟ هل في مثلا قبيله الفور دي مثلا هم ناس متخصصين في الحساب، او مثلا الناس ما بيعرفوا الرياضيات؟ يعني
ما في علاقه. فبالتالي احنا مسؤولين ذاته هم السبب الاساسي. النظره السياسيه كان الاقليه السياسيه كانت موجوده في السودان هي كانت بتمجد القبيله وكانت هي بتزع انه احنا مثلا الان في حاجات انظر لها يعني ممكن اطلع من الموضوع شويه لكن منظر لها بنظره غريب جدا جدا. انا يقول لك مثلا الحامش والمركز السياسيين دائما الان تلقى السياسيين يتكلم يعني دي من اشياء كثيره جدا المستوقفين السودانيين بيتكلموا عنها. انا رايت ان دي نظره ممكن تكون شاطش يعني مرقه من الخط شويه لكن يا جماعه يعني انا من دارفور ومشيت الخرطوم دي مركز من الخرطوم مشيت حجر الاسد القريبه دي حجر الاسد دي يعني الوضع بتاع حجر الاسد كان اسوء بكثير جدا جدا من قريتنا اللي كانت موجوده هناك في دارفور. لكن لما انتجل للزول بتاع حجر الاسد افتكروا انه هو زول ماسك الدوله واهله في المؤسسه وكان دخلهم يعني في فتره اخيره غزه لما جات قدمت مشروع كل السودانيين التف حوله مشوا حاله في الجنوب و لكن بعد شويه لما شعر انهم ماشيين يفقدوا السلطه سياساتهم دخل فساد وكده بداوا يمجدوا في القبيله انتوا مثلا الناس الفلانيين احسن من الناس انتوا كده يعني حاجه نفسيه اكثر من هي كانوا واقعيه. يعني السودان ده كل السودان ده منتهي السودان ده كله ما فيه خدمات السودان ده كله تعبان لكن الناس ماسكه خلت السياسيين خلوا الناس ماسكين اشياء بسيطه جدا ايوه موجوده مثلا في بعض المصات كل مصدر قام من قبيله الفلانيه كلها ليه لانه السياسي ده هو شايف نفسه ناس دي لازم يجيبهم هنا لانه بعدين لما يترشح المره الثانيه حزب عشان يدي حقه هو لازم يجيب ناس دي لازم يرضوا ناس دي فبالتالي هو بيجيبهم بدخلهم هنا في المؤسسه دي جيت مدير البنك انا لازم ادخل الناس كلهم قبيله الفلانيه لانه عارفين هم القبيله دي هي اللي بتجيب المكان ده سبب اساسي. إذا كان النظرة السياسية في السياسيين نظرتهم القبيلة إنه ياخذ القبيلة دي هي إرث ثقافي مفروض السودانيين كله يحافظ عليه أصلا مفروض الناس ما تنظر للنظرة ولا الناس تنظر له أصلا أوريدي الناس ما تنظر للنظرة سلبية لكن لأنه هي الآن أصبحت نظرة بتاع التفضيل حتى الآن يا أخي الآن أكثر سوق شغال في السودان مليارات الجنيهات كرامات التفتيح في السودان الناس ماشكه في الشغل اللي الناس بتنظر لها نظره سطحيه جدا الكلام ده ظاهره اجتماعيه خطيره جدا جدا. يعني الان احنا اكثر دوله في الغرب بنستخدم كلمه التفتيح الان حتى الاولاد بيجوا يستخدموها الكلام ده ما ساكت الكلام ده كله اصلا نتائج نظرات محدده نتائج لاشياء كانت مجتمع موجوده في المجتمع الدوله ما كانت بتقول لا كان الشغل اللي شايفينه بالعكس تماما. يعني انا بتحكي لي واحده قدمت في واحد هذا اسمه شنو واحدة من المؤسسات الإعلامية دي واحدة من القنوات دي مدير معينة قال لنا هم نشكل لو ده اشتغل في المؤسسة دي مش تفتح لونك ده أنا هم نشتغل ما بين عينك بلونك ده دي مقدراتك كويسة إمكانياتك كويسة ما عندنا كلام لكن لو ده اشتغل هنا تفتح لونك دي النظرية كانت موجودة في السودان. يا جماعة إحنا يعني الموضوع محتاج لدراسة عميقة جدا جدا دراسة نفسية دراسة اجتماعية حتى محتاج لدعم سياسي محتاجين نغير الخطاب السياسي الموجود من سياسيين ما قادرين يفهموا أبسط الأشياء مضيعين البلد دي من 1956 حتى الآن مضيعين البلد دي لأنه ناس ما عندنا سياسيين ما عندنا رأي فمشاكلنا إحنا يعني كلها الشغلة دي كلها مربوطة ببعض. لكن أنا في تقديري إنه الإرادة السياسية الصادقة هي اللي عم بتنقص السودان فقط. يعني زيادة الإرادة السياسية بس غيرت الخطاب السياسي الواحد طلع رئيس البلد قال أنا اي زول تاني سأل زول من قبيله يحاسب ويفصل من مكانه. والله مشكله القبيله دي سنه الناس ما تتكلم عنها اصلا لكن لانه احنا سياسينا مجدين الناس ومجدين القبيله كان هي الدافع الاساسي بصون المشكله اي نسال الله انه يعني الفتره الجايه الناس على الاقل يعني انا مطمئن انه في شباب بينظر الشغله دي بنظره مختلفه. يعني انا مثلا في شباب يقول لك انا ما بقول لك قبيلتي زي ما انت الان يا دكتور طارق بتقول كده هي حاجه في نفس حاجه كويسه جدا جدا معناها انت الان رافض القبيله بصوره كامله جدا جدا بس محتاجين لزول يجي الرفض ده يوجهه بشكل صحيح ويكون برنامج سياسي متبنى حزب ونظام الدوله الامور بتمشي لقدام ان شاء الله. والله اعتقد انه يا شباب ان احنا عندنا مصالح اقتصاديه مشتركه كثيرة جدا بتخلينا نحتفي بالتنوع ده. يعني أستاذ محمد جوال الدين في سلسلة سايكولوجية الزول السوداني وضح مثلا القبائل دي ما كله قبيلة والشعوب دي كل شعب عنده أكلاته مثلا
الليله لما تمشي اي حته، انا في امريكا دي قاعد فيها، الامريكان ديل ما بياكلوا في مطعم واحد يومين، والمطاعم اللي بنكون مخلوعين بها نحن في المنطقه هنا بجاي ناس كنتاكي وماكدون ما بخشوها ذاته. يقول لك الليله نمشي ناكل اثيوبي، بكره نمشي ناكل مكسيكي، بعده نمشي ناكل صيني. حتى زادك بتستغرب، طبعا انت جاي المخيال بتاعك انه والله الصين وامريكا في حرب وانه روسيا وبتاع، لا لا لا، المساله انه احتفاء بالتنوع والثقافه. انا اسي نفسي انه يكون في مطعم في السودان زي جزاره اولاد ام درمان دي مثلا، ما موجوده وفاتحه فروع، يكون في مطعم زي ده عنده براند بيقدم الاكلات السودانيه. يعني تخش المطعم داير كجيك الدوك له، داير كول الدوك له، داير ملوحه الدوك له، داير فسيخ الدوك له، داير سمك بتاع البحر الاحمر الدوك له، داير سمك النيل. الحاجات دي هي اللي بتخلي الناس يتعارفوا مع بعض، عشان ما انا اقوم شنو اقول له والله الكول عافين والملوحه سمحه، هم الاثنين عافنين من ناحيه بتاعت عفونه، لكن من ناحيه بتاعت احتفاء بال بال بالاكل والثقافه بتاعتك وكده. اكل في النهايه انت لو تحترم الكلتشر بتجرب، والاحتفاء بالتنوع ده بيكون اول جزء منه هو التعريف، تعريف الناس ببعض. احنا الاعلام بتاعنا بكل اسف يعني، رغم انه اسي اخونا لغمان احمد مسك وهو زول يعني عنده مخيال افتكر انه، لكن الاعلام بتاعنا اسي دي والله ما عنده اي علاقه بالثوره اللي ماتوا من اجلها الشباب ديل. يعني في احداث كبيره جدا جدا وعكس التنوع. يعني انا شنو رايك اجيب لي وزراء اقعد اعمل لهم لقاءات؟ بالعكس، انا امشي لام الشهيد اقعد معاها، وامشي لجار الشهيد اقعد معاه، وبعد ذاك اجي اشوف الزول ده كان هواياته شنو، كان بيحب شنو. ما اكيد انت بتعكس التنوع لما الناس دي كلها تفهم انه الشهداء ديل من مناطق مختلفه وقبائل مختلفه، لكن كلهم ماتوا عشان قضيه واحده. انت بتزيد الوعي بتاع الناس بانه القضيه دي اسمها السودان. القضيه دي ما كان انه والله صف رغيف في حته ولا كده. دي الحاجات المفروض تحصل. الاعلام دي حته مهمه، وانا والله ده اذكر قصه ذكرها كتابه يعني الدكتور بكري جاك اللي هو الليله بروفيسور كبير جدا بتاع سياسات اقتصاديه وكده في امريكا، قال انه برضه قدم انه يشتغل في الاعلام، قال له يا اخي وجهك غير تلفزيوني. وطبعا دي حاجه ظريفه جدا يعني، احنا عندنا عبارات كده بيطلعوا بها الناس للاقصاء يعني بتكون شكلها ظريف، شنو وجهك غير تلفزيوني؟ ما هو الشكل بتاع الوجه التلفزيوني يعني؟ هل هو طبق بيض كل الناس شكلهم زي بعض ولا الى اخره؟ الشاهد في الموضوع ان احنا احتفاء بالتنوع ده المفروض نبداوه نحن من نفسنا. واعتقد انه اسيدي لما نكون الهدف بتاعنا الوعي والبحث العلمي والعلم ده كده بنكون احنا بطريقه غير مباشره نتكلم عن التنوع. هون ده اللي انت دكتور وانا دكتور وطارق دكتور وابتسام دكتور، كل واحد فينا جاي من حته مختلفه، لكن لما نجي نناقش القضيه بنناقشها بصوره موضوعيه، والهدف بتاعنا شنو مصلحه البلد فيها، مصلحه مجتمعنا هيستفيد شنو. فدي كلها حاجات ان شاء الله الناس تواصل فيها وتصير علينا تواصل فيها لحد ما نوصل ان شاء الله. كثر خيرك يا دكتور. ان شاء الله ان شاء الله. بس يا دكتور ده عرض جميل جدا بس ذكرته ده، ده ممكن يكون اجمل طريقه انه نقدم بها تنوعنا في طريقه تكيننا، في طريقه تعاملنا الراغي، في طريقه الاتيتيود بتاعنا كويس. دي كلها يعني حاجات فعلا بتعكس التنوع وبتصهر الاخر وممكن تسري خياله ذاته، مش بالتصريح اللفظي باسم القبيله ولا غيره، هاي لكن تنوعك بيصهر في حاجات تانية يعني. بالضبط كده. واحنا شباب والله في يعني في مجموعه بتاعت محاضرات واركايف ضخمه جدا في الباحثين السودانيين. يعني احنا بدينا سلسله السيمينارات دي 2015، من 2015 لحد الليله يعني في اكثر من 300 400 سيمينار اتعملوا بنفس الكواليتي دي والجوده وكده، الناس ترجع لها في اليوتيوب وتشوفها. لان احنا كباحثين برضو ما دايرين زي ما يقولوا ننط، لازم نبدا بالتسلسل عشان نفهم الحاجات والكونفيرجنس بتاعت الافكار والحاجات والاطروحات يجي مع بعضه. يعني لما نكون نتكلم في موضوع بتاع امن قومي نكون جايين والله محملين بتاريخنا وجغرافيتنا وثقافتنا وتنوعنا، ونجي نتكلم حتى لو ما كان ده تخصصنا، لكن بيكون عندنا برسبكتيف. وإن شاء الله الله من وراء القصر ربنا يوفق الجميع. وجزاك الله خير يا دكتور تيراب، زي ما قلت لك قبل ما نبدأ التسجيل، الصينيين بيقولوا إذا أردت أن تصبح عظيما فألف كتابا. ونهنيك يعني نهنيك إنه ده الكتاب الثالث، التسجيل بتاعه الليلة كان فيه شرفنا بأن نكون جزء منه. شكرا لك كثير. الله يسلمك. الله يسلمك. حقيقة أنا برضو سعدت جدا والله بالمشاركة معكم وبالمبادرة الطيبة دي،
اتمنى ان شاء الله ديما التواصل. هي منصه مفيده جدا زي ما ذكرت انت، مفيده جدا جدا، محاضرات في مواضيع مختلفه جدا، تخصصات مختلفه، تجارب مختلفه. فنسال الله يوفقكم وان شاء الله يعني نتمنى انه الشيء قلنا ده يكون بسيط جدا، اضافه بسيطه جدا للخبرات الموجوده الاخوان الموجودين بكم. نشكرك انت ونشكر برضو اخونا الدكتور طارق ودكتور اتصال ونوفي المرتبه وكل الشباب اللي شاركوا، فهي كانت فرصه سعيده جدا بالنسبه لي. شكرا جزيلا. شكرا على زمن التشكر برضو الناس اللي تابعونا على الفيسبوك. طولنا عليك المقدرة، في مجموعه برضو جميله جدا، ان شاء الله ما تكون اول واحده، نستمر باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. وزي برضو ما ذكر اخونا طارق برضو كل الاخوه كانوا معانا برضو في الصفحه بتاعتكم في الفيسبوك برضو نشكرهم، ونتمنى نكون كان اضافه يعني بسيطه جدا بالنسبه لهم. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. والكتاب قلت افيلبل في السودان، في مكتبات في السودان؟ ايوه موجود، ايوه مكتوب في دار المصورات، موجود في دار المصورات دكتور امسال. اوكي اونلاين؟ ما في نسخه اونلاين؟ موجود برضو، موجود برضو في الموقع بتاع المكتبه موجود تقريبا. اوكي، ولغه عربيه فقط، ما في باللغه الانجليزيه؟ لا ما في لكن الان حيتم ترجمته وحيطبع هنا في تركيا باللغه الانجليزيه واللغه التركيه مع بعض في اللي هو اكاديميه افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يسلمكم. شكرا جزيلا. الله يسلمكم. شكرا جزيلا يا دكتور، وشكرا جزيلا لكم، وموفقين ان شاء الله. طيب شكرا للجميع، وبعمل انهاء للجلسة.